مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، منوريني دايما ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي والاهلي الليله. الاهلي الليله زي ما احنا متعودين مع حضراتكم دايما بيغطي اخبار النادي الاهلي في كل مكان. هيكون معايا النهارده ضيفين مميزين جدا جدا جدا. الضيف الاول ولد كنت عرضت فيديو ليه لحضراتكم، طبعا الفيديو ده بصراحه قلب الدنيا، محمد حسن ابو النصر. محمد حسن ابو النصر عنده 11 سنه ونص، هيكون معايا بعد شويه صغيرين جدا بعد ما اقول لكم اخبار النادي الاهلي واهم الاخبار اللي حصلت النهارده. هيكون معايا محمد حسن عشان تشوفوه قدام حضراتكم وهو بيتكلم كمان حاجه جميله جدا. طفل النهارده دخل النادي بصراحه كل اللي في النادي كانوا فرحانين قوي بيه، كمان كابتن محمود خطيب نزل له شخصيا كمان وقعد معاه واتكلم معاه، حاجه جميله جدا بصراحه. يعني دايما الاهلي صوره مبهجه وصوره مفرحه وصوره مشرفه لكل حد ابا من ابا، يعني مش عايز بقى اتكلم بصراحه. النادي الاهلي دايما عند حسن ظن كل الناس، حاجه جميله وحاجه تشرفك وحاجه تحسسك بالسعاده. مش عايز اقول لكم محمد حسن النهارده كان في منتهى السعاده، اللعيبه قابلته ازاي، هتشوفوا كل الحاجات قدام حضراتكم دلوقتي، كل اللي احنا عملناه النهارده في النادي الاهلي من الصبح هناك عشان بس نرسم بسمه على وش محمد حسن. ان شاء الله كمان يكون ليه دور في الالعاب البارالمبيه، وان شاء الله يكون بطل كبير جدا، نكون سبب ان احنا نوصله للي هو عايزه. النهارده كنت في النادي وقابلت طبعا كل اللعيبه، اطمنا على كل اللعيبه وشفنا كل اللعيبه والجهاز الفني، حاجه جميله جدا، كله على قدم وساق بيشتغل من اجل الفوز بالبطوله الافريقيه، وده الهم الاول والاخير في الفترة المقبلة للنادي الأهلي ولجهازه الفني تحديدا. كمان طبعا عندنا ماتشات في كأس مصر يوم الأربع اللي جاي، قبلها ماتش الأهلي والاتحاد، هيبقى فرق 3 أيام أعتقد، ماتش الأهلي وترسانة في دور الـ 32 في كأس مصر، وبعد كده بقى الماتشات لغاية ماتش وفاق سطيف اللي جاي إن شاء الله. الجزائريين بيقولوا إن يوم 23/10/1988 الأهلي قابل وفاق سطيف في الجزائر، وفاق الصيف كسب الاهلي 2-0، وده اللي احنا عايزينه الجزائريين. ده على حد قول الجمهور الجزائري بيقول ان احنا 23/10 احنا بنتفائل بيه جدا ان احنا كسبنا الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، وده اللي احنا عايزينه وبنتمناه في لقاء العوده علشان نلعب ضربات جزاء ونكسبكم. ده كلام الجزائريين. وقالوا كمان ان احنا جبنا 112 هدف في كل البطولات الافريقيه، فمش يعني مش صعب علينا ان احنا نجيب هدفين. فطبعا احنا اخوات في الاول وفي الاخر، لكن احنا ان شاء الله الاهلي ما بيهزرش، الاهلي استحاله ان شاء الله باذن الله وبفضله وبفضل المسانده الجماهيريه وبفضل الجهاز الفني واللعيبه وكل القائمين على النادي الاهلي ان شاء الله هيعدي هذه المباراه. كمان النادي الاهلي يا جماعه لو حضراتكم جبتوا 112 هدف، النادي الاهلي جاب اهداف انا مش فاكرها ما شاء الله، اهداف لا تحصى ولا تعدي في البطوله الافريقيه. اعتقد ان احنا معديين 400-500 هدف، فبرضه مش صعب علينا قوي ان احنا نحط هدفين ثلاثه كمان. يعني ده لساننا المصري بيقول لكم كده والجماهير الاهلاويه بتقول لكم كده. كسبنا مباراه وفاق الصيف من غير جماهير في ظل التوقفات، في ظل كل الظروف اللي كانت محيطه بهذه المباراه، بنكسب الحمد لله مهما كان، ومهما كانت الظروف الحمد لله بنكسب مهما كان، ومهما كانت الظروف وكميه الفرص اللي احنا ضيعناها وكسبنا وفرحنا جماهيرنا، ودايما هنفرحهم ودايما عند حسن ظن الجماهير بينا. مهما تكون الظروف ايه، الاهلي دايما قدها وقدود. لازم الناس تعرف كده، الاهلي مهما كانت الظروف اللي هو فيها، ومهما كانت كل العوائق اللي بيمر بيها، ومهما كان كل المتكالبين على النادي الاهلي، برضه النادي الاهلي بيقف، والنادي الاهلي دايما حائط صد قوي جدا جدا جدا، النادي الاهلي دايما فوق وفوق قوي كمان، فصعب قوي ان اي حد يوصل له سواء صغير او كبير. النادي الاهلي جماهيره دايما مسنداه، واللي انتم ما تعرفوهوش كمان النادي الاهلي جماهيره مسنداه حتى لو مش شايف، لو مش في المدرجات، يعني حتى لو الجماهير مش قاعده في المدرجات هم حاسين بيهم، اللعيبه حاسه بيهم. لعبنا دوري كامل ودوري قبل كده وخدناه من غير جماهير، لكن اللعيب الاهلاوي حاسس بنبض الجمهور، اللعيب الاهلاوي دايما حاطط الجمهور في دماغه قدام عينيه، موجود مش موجود، موجود طبعا بيديله قوه بيديله دوافع كبيره جدا محدش بيقدر يديها له غير الجمهور، لكن اللعيب الاهلاوي وكل الاهلاويه الشاغل الاول والاخير ليهم نبض الجمهور، احساس الجمهور. عشان كده يا جماعه الجمهور موجود او مش موجود الاهلي دايما هيكسب ان شاء الله. لكن طبعا مش عايز بقى اتكلم في اسبابه، المباراه عدت وخلاص وخلصت واللي حصل حصل، ان شاء الله الجمهور يرجع تاني
ينور الاستاد والجمهور يرجع تاني يرج الاستاد ايا كان الملعب اللي بيلعب فيه النادي الاهلي، علشان نقول للكل الجمهور موجود. انا شفت الجمهور عمل ايه. عايز اطمنكم على اللعيبه النهارده، كانوا ما شاء الله كلهم طبعا، يعني حتى جونيور اجاي النهارده بكلمه قال لي خلاص انا قربت ان شاء الله ادخل مع الفريق. كل اللعيبه، مروان محسن كمان كلمته، حاجه جميله جدا. احمد فتحي ابو الرجاله كلها، ابو الرجوله كلها، احمد فتحي حاجه جميله جدا جدا. احمد فتحي كان زعلان مني عشان كنت انا جيت عليه شويه ايام ما كانوا بيقولوا احمد فتحي. طبعا لازم، هو انت يا احمد فتحي لما اعرف ان انت بتفكر او حد بيفكر ان انت تمشي من النادي الاهلي مش عايز نزعل؟ انا شخصيا انا يعني قريب كده ليك كمان. تخيل بقى الجماهير كلنا، طبعا مفيش حاجه اسمها تمشي من النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها لعيب زي احمد فتحي او بحجم احمد فتحي. طبعا كلنا نزعل وكلنا نتضايق، لكن احمد فتحي فعلا طول عمري بقول عليه لعيب ب 100 لعيب ولعيب ب 100 راجل، وحاجه ما شاء الله عليه مع كل اللعيبه، كل اللعيبه بلا استثناء، حسام عاشور، وليد سليمان النجم الكبير جدا، كل اللعيبه، الشناوي، ازارو، اجايه، السليه، يعني كل اللعيبه بلا استثناء، بلا استثناء كلهم نجوم وكلهم كبار وكلهم بمليون لعيب. لعيب النادي الاهلي دايما حاجه غير، دايما حاجه غير. مؤمن زكريا النهارده قابلته كمان، يا جماعه اللعيب لما تقابله غير لما حد يكلمك، غير لما تسمع، غير لما حد يكتب ان مش عارف مين بيقول حاجه. كله النهارده الاهلي والاهلي 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 والاهلي، مليون اهلي قالوا. فان شاء الله تطمنه، وان شاء الله كل اللي جاي ان شاء الله يكون في مصلحه النادي الاهلي. كل المسؤولين النهارده في النادي الاهلي كله شغال حاجه جميله جدا. انا لما احب اشحن روحي المعنويه كده واحب اكون مبسوط من جوايا قوي 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 بدخل النادي الاهلي. مجرد ان انا بحط رجلي في النادي الاهلي ببقى في مود تاني خالص، ببقى في حاله تانية خالص. كل اللي بيدخل النادي الاهلي بيبقى مبسوط، وان شاء الله ربنا يديمها علينا نعمه ونفضل مبسوطين مع كل المحبين المخلصين جدا جدا للنادي الاهلي. النهارده كمان باتريس كالترون كمان حاجه برده، حاجه شكل النادي الاهلي، شكل النادي الاهلي لما عرف برده ان محمد موجود طلع له سلم عليه واتكلم معاه وقعد هزر معاه، بتحب مين ومين احسن لعيب بتحبه، قال له كذا اسم، قال له انا عايز لعيب واحد بس، ومين احسن مدرب بتحبه. حاجه جميله جدا، وكلهم النهارده بصراحه يعني رسموا بسمه على وش محمد حسن ابو النصر اللي هنشوفه فورا بعد هذا الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. ان شاء الله تكون حلقه تعجب حضراتكم، حلقه النهارده خاصه جدا جدا لمحمد حسن. محمد حسن يعني ولد تشوفوه حالا دلوقتي قدامكم، ولد كده جميل جدا 11 سنه ونص. لما نزلنا له فيديو ناس كتير قوي قوي كلمتني، وناس كتير كلمتهم عايزين يعرفوا محمد حسن والقوه اللي عنده والحاله المعنويه اللي عنده والدوافع اللي عنده شكلها ايه. عشان كده جبنا محمد حسن النهارده، يعني ابني وابنك كلكم اكيد وابن بلدي. محمد حسن منورني ومشرفني النهارده. منور منور. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت مكسوف ولا ايه؟ لا هو في رجاله بتتكسف كده؟ لا انت مكسر الدنيا يا محمد. مفيش حد قدك النهارده بقى. صح؟ اه ليه؟ النهارده ايه اللي حصل؟ يعني احنا النادي الاهلي ايوه بيتمرنوا فيه في الصوانه مع اللعيبه. عندك كام سنه؟ عندي 12 سنه. 12 ولا 11 ونص؟ 12، بس انت حضرتك يعني غلطت قلت 11 ونص. انا قصدي اصغرك سنه. 12 سنه. عايز تكبر بسرعه ليه؟ هو اعمل ايه؟ النهارده رحنا النادي، قابلنا مين بقى؟ قابلنا المدير الفني بتاع النادي الاهلي واللعيبه. مين المدير الفني بتاع النادي الاهلي؟ كابتن كالترون. كالترون قابلنا بيبو. بيبو خطير. خطير. عايز ايه اكتر من كده؟ هتتكلم معاهم في البلد عادي بقى ولا اللي عايز يكلمك يكلمك عادي؟ ولا لازم يبقى في سكرتاريه بقى؟ اتكلمت الخطيب بقى النهارده، نزل لك كابتن الخطيب والعميد محمد مرجان والاستاذ العام فاروق، كله كان فرحان بيك النهارده. في النادي لعيبه. اللعيبه والله والله يا ابني والله طيبين قوي، بيتعاملوا معايا كأن واحد صاحبهم. طب ما انت صاحبنا كلنا. انت صاحبنا كلنا، وبعدين هم كلهم بيسالوا عليك، كانوا عايزين يشوفوك لغايه لما يشوفوك النهارده، بس وليد سليمان النهارده اللي ما جاش. كان نفسي يجي والله، ده
المدير الفني قال لي مين افضل لعيب، قلت له وليد سليمان. انت بتحب وليد سليمان؟ اه. انت قلت لي بحب وليد سليمان واحمد فتحي وحسام عاشور. حسام عاشور. اه، وقلت له ان انا بحب كل اللعيبه. ماشي. المهم اتبسطت النهارده؟ اه اتبسطت قوي. ولا كان في حاجه كنت عايز تعملها تانيه؟ لا اتبسطت خالص ومش عايز حاجه اكتر من كده. خلاص مش عايز حاجه اكتر من كده. اه خلاص. كابتن بيبو كمان ادالك تيشيرت النادي، وفين التيشيرت؟ كنا عايزين نورينا الناس. ان شاء الله بقى اجيبه بعد الفصل. اه اجيبه. ماشي. اهم حاجه ان احنا نكون بسطناك النهارده يا محمد. وقول لي بقى موضوع الكوره جه في دماغك ازاي؟ لما بدات الكوره كنت في التمرين. انا ما كنتش نازل العب. كنت قاعد على الصاله اتفرج عليهم. فالكابتن خلو شافني لان قاعد اعيط، قال لي بتعيط ليه؟ قلت له عشان شايف زمايلي بيلعبهم وانا ما بلعبش. قال لي انزل لعبت عادي معايا تقسيمي. قمت خلصني روحت عادي، قلت لابويا ان دخلت اكاديميه المحترفين. قال لي ماشي ماشي اعمل اللي انت عايزه. بعدها بقى رحت ابويا جه للكابتن قال له شايف كام؟ قال له مش عايز حاجه، المهم بس ويتعلم معانا. يعني انت كنت بتتفرج على اصحابك. طب وانت عيطت ليه اساسا؟ ده انت ما شاء الله يعني احسن منه. هو احساسي كده. احساسك انت راجل جامد ولا ايه؟ اه. وبعد ما كابتن خلو بقى جالك قال لك تنزل تلعب معاهم. احنا لازم نشكر الكابتن خلو. اسمه ايه؟ اسمه الكابتن ابراهيم بلم. بشكره وهو زمانه قاعد دلوقتي بيتفرج عليا في مركز شباب نواصل البحر. انت احنا بلديات. احنا رجاله جامدين جدا. مش كده ولا ايه؟ ولا انا طبعا لازم اشكر طبعا الكابتن ابراهيم طبعا. حاجه جميله جدا ان هو خد باله ان هو كمان يعني ادالك فرصه انت تلعب كوره معاهم ونزلت بقى التمرين. يعني انت بدات معاهم تتمرن بقى معاهم. واو. خدت عليهم وهم خدوا عليا وتعرفنا على بعض يعني، وقعدنا نتكلم كده وكده وقعدنا نسال بعض على مواعيد ومش الامر عادي يعني. بتتمرن بقى ازاي معاهم؟ احكي لي بقى عشان احنا هنعرض دلوقتي فيديو لحضراتكم ومحمد حسن بيتمرن، بس هو يقول لي الاول بس يعني بتتمرن ازاي معاهم قبل ما نشوف الفيديو. وهم خلاص اهو برجاوي عرض الفيديو بتاعك اهو. ما شاء الله ده انت بتجري اسرع مني يا محمد اساسا. تقول لي كنت واقف بعيط يا راجل، ده كلام اهو. ده انت بتعمل تمرين زجزاج وجانبي وراني وبظهرك. اه ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. وكمان نطيت حواجز كمان. اه ده انت نطيت حواجز احسن مني. انا ما كنت بلعب كوره ما كنتش بعرف انط حواجز كده يا محمد. انت بصراحه يعني كويس ان انت ما لحقتنيش وانا بلعب، كنت زمانك غطيت علينا كلنا. كل دي يعني بفضل الكابتن صديق هو اللي سوى الفيديو ده. هو صديق؟ لا ولا تجيب اسمه اساسا صديق. ولا تجيب اسمه، احنا مغصبينه صديق. طبعا صديق ده عسل. صديق ده يعني يا جماعه ولد كده بيخدم هو بيحب يخدم الناس في البلد يعني. طب انت نط الحواجز ده حد قال لك نطه كده ولا انت نطيته كده من لا نفسك؟ لا انا بعمل حواجز كده عشان يعني بتخليني عندي مرونه اكتر. عندك مرونه؟ لا انا قصدي يا محمد يعني ممكن ترجع سنه برجاوي لنط الحواجز بعد اذنك؟ لو في مساحه عندك. ايوه اوكي. لا يعني في مدرب قال لك هتنط الحواجز كده ولا انت قلت له انا ممكن انط الحواجز كده؟ انا سالت الكابتن ابراهيم بلم قلت له ينفع نط الحواجز؟ قال لي براحتك. من تاني ده عامل تامين عادي. كابتن خلو بقى اتفاجئ قال لي انت عملتها ازاي؟ طبعا قلت له يعني لو لاحظته يعني انا وقعت الكنز الاخير. انت وقعت الكنز؟ وقعت الكنز الاخير ليه بقى؟ قول لي. دي عشان كان في واحد صاحبي معاه في التمرين. تمام. كان مطلع العصايه اوكي بره الكنز. تمام. فكان الكنز مضيق. يعني هو مش غلطتك. ماشي. بس انت شكلك تعبت يا محمد فبتورط. صح. كنت عامل ثلاث مجاميع قبل. انت عامل ثلاث مجاميع قبل دي؟ اه. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا محمد. وانت بتعمل تمرين عادي زي اصحابك عادي؟ عادي. اه.
طب بتحس بتعب امتى؟ بحس بتعب ما يعني. انت عملت دي كام دوره؟ دي ثلاث مرات. دي رابعه بقى. دي الرابعه. دي الرابعه بدات تحس بالتعب في الرابعه. تمام. واصحابك بيعملوها كم مره؟ هي كلنا زي بعضنا بنعملها زي بعضنا، والكابتن بيقول لنا ريحوا. الكابتن بيقول لكم تريحوا. احنا نخلي ده كده عشان نوريه للناس. والله محمد انا يعني ما شاء الله عليك. انا قلت لكم قبل كده يا جماعه ان احنا مش مسرعين الفيديو، لو تفتكروا الكلام. هو فعلا دي سرعه محمد ما شاء الله، يعني ربنا يحميك. ودي ثالث مجموعه تعملها. دي الرابعه. الرابعه. انت واقف لي على واحده يا محمد، خلي بالك مش هينفع كده، احنا بلديات زي بعض. ربنا يخليك يا رب. طيب بتلعب كوره بقى، احكي لي بتلعب كوره ازاي؟ عادي بلعب كوره معاهم زيهم. يعني الكابتن بنقف في صف واحد يختار. تمام. مثلا يحط اثنين، يعني احسن اثنين بيلعبوا. يختار يقول ده يروح مع ده وده يروح مع ده. تمام. نقسم عادي ونلعب. يعني انتوا بتتمرنوا الاول اثنينات؟ لا، بيعمل فرقتين. فرقتين. تمام. او ممكن يعمل اربعه، يقعد اثنين بره واثنين يدخل. تمام. عادي يوقف اثنين جوان، ويوقف الدفاع، يقول مين اللي بيقف دفاع يقوم. انت فاكر الاكاديميه فيها كام لعيب؟ لا، حوالي يجي 100 واحد كده واكتر. ما شاء الله 100. والكابتن خلو اختارك تبقى معاهم. عشان كنت زعلان، قاعد زعلان. وايه دلوقتي احسن واحد فيهم اهو، كله دلوقتي زعلان يقول لك يا عم دخلت محمد غطى علينا كلنا. منورنا يا محمد والله. وانا مبسوط ان في عندك قوه اراده كده. طب ال السرعه بتاعت التمرين بتاعتك، انت كنت بدات كده على طول ولا جات مع التمرين؟ لا، هو بدات التمرين كنتش سريع كده خالص. انا كنت ابطا من كده. فبدا ما اتعودت على التمرين وبقيت اجري اكتر واعمل بالتمرينات البدنيه دي، بقيت اصعب من الاول الحمد لله. طيب احكي لي يومك، انت بتصحى من النوم، انت طبعا بتروح المدرسه. عارف لما كنت شاطر في المدرسه انت حر. احنا لازم بقى البلد، لازم نرفع راس البلد كلنا ولا ايه؟ قول لي المدرسه بقى، تصحى من النوم قبل ما اروح المدرسه. يعني طبيعي لازم اصلي الصبح. تمام. في الصلاه ديت واجب على كل مسلم. جميل. لازم اصلي. جميل. وبعدها اجهز الجدول، البس الجهاز بتاعي، وبعدين اروح المدرسه. اقف في الطابور، نقعد نخلص الطابور، نطلع على الفصل ناخد الحصه. الاستاذ يشوف الوجه، يمر على الوجه. اللي ما يكونش عامله يضربه. انا الحمد لله يعني بعمله. اوعى تتضرب. لا. طيب تمام. لسه ما ضربش حد. لا. طيب حد. عادي نخلص يومنا عادي وننزل فسحه عادي، نخلص يومنا اجي لو كان على درس بس مثلا. طب هم عارفين في المدرسه بقى انت بتلعب كوره؟ ما انا داخل في الدوره بتاع بيعملوا في المدارس دورات كوره. ما في المدرسه ملعب. ملعب زي الملاعب بس الملعب بلاط بقى. بلاط. وفي عودتين. مدرستك اسمها ايه؟ ده في الاعداد. اوكي. لسه الاعداد. تمام. على الشاف يعني الكابتن علي، بس كابتن علي ده بتاع الكشاف، ما فيش بتاع الالعاب. بتلعب معاهم الدورات. بلعب معاهم الدورات. تمام. بتجيبي جوان في الدورات؟ لسه الدوره ما بدأتش. لسه ما بدأتش. ما لعبتش قبل كده دورات معاهم؟ لا ما لعبتش. لسه في اول السنه. لسه. طيب خلصت المدرسه؟ بعد كده بقى عندك تمرين؟ لو عليا درس مثلا، لو عليا درس مثلا بعد 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 المدرسه، اروحه وارجع اشوف اللي عليا اعمله. مثلا دي يوم الخميس عليا تمرين بالليل. انت بتتمرن كام يوم في الاسبوع؟ يومين في المدارس، يومين. انما في قبل المدارس بقى كنت بتمرن سبت واثنين واربع بعد العصر. تمام. الريه فين؟ الريه القطه كلتها ولا ايه؟ فين الريه؟ سبت واثنين واربع. تمام. بس لما جت المدارس بقى الكابتن خلانا خميس وجمعه بالليل عشان المدارس يعني. تمام. تمرن خميس وجمعه. خلصت انت الخميس بقى المدرسه، بتروح البيت لو عندك دروس الخميس ولا ما عندكش دروس؟ ما بكون خلصتها بقى، بعدين بروح التمرين. بتروح التمرين. التمرين بقى مدته قد ايه؟ يعني احنا بنبدا بعد العشاء على طول. الصغيرين خالص بيبداوا من بعد المغرب. الكبار شويه متوسطين بيبداوا من بعد العشاء. وفي صغيرين خالص كمان؟ التمرين بيبدا من صغيرين وبعدين متوسطين وبعدين كبار. انا بلعب من متوسطين.
بعدها بقى ساعات الكابتن بيختار شويه من المتوسطين. يعني تمرنوا ساعه مثلا؟ ساعه ساعتين كده. يعني مثلا يعمل لنا تمرين بدني وماتشين كده. تمام. وساعات الكابتن بيختار يعني اللي لعب حلو في الماتش يلعبه مع الكبار. انا الكابتن ساعات بيختارني اروح العب معاهم مع الكبار، ممكن ما اجيش من النادي الصح ده شويه. وبتدخلوا عليك جامد بقى وكده وتمام مفيش مشاكل؟ عادي مفيش مشاكل. تصدق ما بيهزروا؟ ممكن يعمل لك اصابات ولا حاجه؟ لا عادي. وانت عادي تضرب فيهم جامد برضو؟ اه زي حسام عاشور كده مسمار كده؟ مال اسيبهم ولا انت يعني. طب تعالوا نشوف يا جماعه محمد النهارده في النادي الاهلي استقبلوا الكابتن خطيب ازاي واستقبلوه الناس ازاي كده مع بعض، وهنعلق على الكلام اهو. محمد انت كده عارف طبعا ده تمثال مين؟ ده تمثال المرحوم صلاح سليم. عارف طبعا المرحوم صلاح سليم طبعا رمز النادي الاهلي. انت كنت مبسوط؟ اه عشان ببص الكابتن من مقام كبير قوي. ربنا يرحمه. قول لي لما دخلت النادي الاهلي احساسك كان ايه؟ كنت بتفكر في ايه؟ طبعا من اول ما ادخل النادي ده فعمال اتفرج عليه ده طبعا باباك حسن طبعا. ده حسن بيجي معاك التمرين بقى وكده ابويا ساعات بيجي وساعات ما بيجيش، يعني ممكن ما يكون جاي من الشغل بدري يجي يتفرج، يجي متاخر بقى ما بيلحش بيكون تعبان. يوم ناي. شفت البطولات النهارده؟ شفت البطولات طبعا الاهلي واخدها. دي شويه صغيره خلي بالك. يعني ايه؟ ربنا يزيد ويبارك. يا رب. وانت شايف البطولات بقى فرحان انك اهلاوي؟ طبعا النادي الاهلي بيكسب على طول ما شاء الله. ان شاء الله يعني. يا رب يديم علينا كده محمد نعمه. ان شاء الله يعني هناخد الدوري النهارده السنه دي. وافريقيا؟ افريقيا لازم ناخد افريقيا. لازم ان شاء الله. ان شاء الله كمان. انت شفت النهارده كابتن بيبو الاستاذ عامر فاروق قال لك يا ريت تيجي تحضر ماتشات، بس انت عشان طبعا المسافه اي وقت عايز تحضر ماتش فيه تكلمني على طول تيجي تحضر ماتش فيه. طبعا محمد النهارده يا جماعه زي ما حضرتكم كده شايفين كان هو حب يروح لدرجه البطولات. فمحمد كلمني قال لي انا نفسي اجي النادي الاهلي ونفسي اشوف اللعيبه ونفسي اشوف الكابتن خطيب. فطبعا كان اقل حاجه ممكن اعملها له طبعا، غير طبعا انا بحبه جدا وهو ابني يعني وبلدي، ان انا كنت احاول اعمل له اللي هو عايزه، يعني ان انا احاول اعمل له اي حاجه هو عايزها. وما تتخيلوش كلنا كنا فرحانين قد ايه النهارده محمد فرحان، كل اللي شافوه الحقيقه يعني. ده طبعا كابتن محمد مرجان النهارده برضو يعني طبيعي الصراحه بتاع النادي الاهلي، طبيعي بتاع رجاله النادي الاهلي. حميد محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي وحش زي ما انت شايف كده ما شاء الله. هو رجاله الاهلي كلهم وحوش كده يا محمد. كابتن بيبو اهو نازل لك بقى. شاف كده يعني اللي انا قابلته كان نفسي في الحكايه دي من زمان. هو مبسوط ان هو شافك يا محمد كمان. قال لك ايه النهارده؟ يسلم عليا ويضحك معايا ويكلمني انت عملت انت بدات الكوره ازاي وبتعرف تلعب تلعب مع مين؟ عادي يكلمني كده ويهزر معايا. يا جماعه فرق بين ان انت تقعد بقلبك كده مع حد. انا كنت شايف في عينين الكابتن بيبو بصراحه الكابتن محمود خطيب كنت شايف في عينيه حاجه جميله جدا، حاجه جميله جدا يعني. كان عايز يعمل له كل حاجه تتخيلوها. طب تعالى ماتشات انت فعلا يعني فوق دماغنا كلنا حاجه بصراحه. كلام قاله له طبيعي، بس كان باحساس عالي جدا. النهارده الكابتن خطيب كان عنده اجتماعات، عارفين طبعا اجتماعات كتير ومسؤوليات كتيره جدا، لكن نزل ساب الاجتماع ونزل عشان يقابل محمد، وطبعا اداله التيشيرت النادي الاهلي ومضاله عليه طبعا. حاجه جميله جدا جدا جدا. نفس الكلام استاذ العمدي فاروق. لكن عايز اكلمكم على بيبو شويه، وانتوا عارفين انا بحبه قد ايه. اول ما قلت له قال لي انت ليه جبته؟ نفس الكلام اللي قاله لي الاستاذ العمدي فاروق، قال لي انت ليه جبته؟ احنا كانوا عايزين يجيبوا لك البلد. تخيل بقى كابتن خطيب بقى كده مش هنعرف ننزل بلد تاني انا وانت. وده التيشيرت
هتعمل ايه بالتيشيرت ده؟ اكيد يعني هعلقه في اوضتي وهعلق. هجيب لك تيشيرت تاني تلبسه. شكرا لك. ما تديني التيشيرت ده يا محمد. ينفع؟ اتفضل يا كابتن. طبعا الاستاذ عامر فاروق برضو كان النهارده في الاجتماع بتاعه النهارده يعني حاجه مش عارف اقول لكم ايه. ده النادي الاهلي وده شكله ودي قيمته ودي رجالته. طبعا ما كانوش عايزين كاميرات، انا بصراحه اللي كنت مصمم على الكاميرات عشان اوريها لحضراتكم بس اليوم بتاع محمد مش اكتر. انتوا عارفين انا محمد قلت لكم ان هو ابن بلدي، استحاله طبعا هعمل عليه شو اعلامي خالص وانا مش بتاع الكلام ده خالص ولا ليا فيه ولا احنا لينا فيه عموما. هم كانوا عايزين لا احنا عايزين نعمل الكلام ده بعيد عن الكاميرات. قلت لهم انا عايز اوري اليوم النهارده للناس ومحمد يبقى معاه ذكرى من النادي الاهلي ومن حضرتك كرئيس نادي اهلي وكمعشوق للجماهير الاهلاويه وكاسطوره للجماهير الاهلاويه كابتن محمود الخطيب. فاستاذنك يعني ان احنا نخلي اليوم بكاميرات علشان تبقى ذكرى جميله قوي لمحمد حسن. طبعا النجم احمد فتحي طبعا ده من الثلاثه اللي انت بتحبهم وبتعشقهم. ايه رايك في احمد فتحي؟ بشوف يعني اللي هو افضل دفاع في النادي. شفت بيلعب ازاي برجوله ازاي وراجل وكان كوبر بيلعبوا باك شمال وباك يمين وشويه لعبوا في نص الملعب. محمد دوخنا شويه لعبوا جون مش عارفين مش لاقيين له حل. شفت شفت لا انت مش حد عارف يكلمك بقى خلاص. السوليه السوليه خلي بالك السوليه كان بيعمل جلسه لما عرف ان انت موجود ساب الجلسه وجالك. وأزارو جالك النهارده؟ لا أزارو جه النادي بس ما قدرش. نسيت انا نسيت اجيبه لك خالص والله. انا كان نفسي بس اشوف وليد سليمان. وليد سليمان ان شاء الله يوم تاني اجيبه لك باذن الله. وليد سليمان النهارده ما جاش التمرين اصلا. وكان في لعيبه كتير مصابه زي سعد سمير وعلي معلول. وسعد مش موجود وعلي مش موجود كان النهارده. كانوا مصابين ومروان محسن ومروان. مروان جالك. ما مروان جه النادي بس ما جالكش؟ لا ما جالكش. ده مين؟ السلية. لا ده مش السلية. استنى. ده أيمن، أيمن أشرف؟ أيمن أشرف؟ أيمن أشرف. أيمن ده لعيب جامد برضه. شفت اللعيبة كانت بتحبك النهاردة إزاي؟ طبعًا كنت نفسك تلعب معاهم شوية. بس ما كانش في وقت. ما كانش في وقت. إحنا كنا متفقين أنا وكابتن يوسف ومستر باتريس كالترون إن أنت ممكن تنزل معاهم شوية في التمرين، بس طبعًا الوقت أنت عارف كان عندنا هوا سبعة. بنطلع من النادي شفت احنا كنا بنجري ازاي بالعربيات عشان نلحق اليوم. احمد حمودي طبعا. حمودي كان كويس الماتش اللي فات. عايز تبقى زي مين يا محمد؟ وليد سليمان. وليد سليمان. طب انت بتحلم بايه؟ قول لي. انا بحلم يعني اشوف محمد في اللعيبه اشوف محمد صلاح محمد صلاح. والله والله ان شاء الله احاول اخليك تتواصل معاه. عمرو جمال طبعا فاكر عمرو؟ عمرو جمال. عمرو جمال الفيروت بتاعنا الجامد جدا غزال. ان شاء الله يرجع يكسر الدنيا سواء في الاهلي او في اي مكان. ان شاء الله عمرو جمال لعيب كويس جدا. سليف كوليبالي. سليف كوليبالي شفت حسب سليف كوليبالي لعيب جامد برضه. مين؟ ها؟ احنا مش جايين مش عارفين نجيب الصوت. توفيق؟ اكرم؟ شفت اللعيبه النهارده جاي لك واحد واحد. خلي بالك النهارده بص ظبطناك النهارده. هيجي بقى بعد كده اكلمك في التليفون ما تردش عليا تقول لي مين معايا وبتاع ممكن تعمل كده؟ لا يا كابتن ده انت اول واحده قدامي. طيب ماشي. ما كل قد ايه بفضلك. لا خالص لا احنا كنا عايزين نخليك مبسوط يعني. ان شاء الله كمان تكسر الدنيا بقى. نتكلم بقى الناس بتوع البرلمبيه ان شاء الله تكسر الدنيا معاهم ونعمل لك حاجه كويسه جدا. طب ما تيجي شويه برجاو وبعد كده نرجع لهم تاني، ايه رايك؟ يلا علشان نكلم بقى محمد شويه والناس تشوفه كده عشان الوقت عمال يجري. كابتن سامي قمصان وكابتن مصطفى كمال. عارف سامي قمصان ده كان لعيب جامد جدا ودلوقتي مدرب في النادي الاهلي.
ولما اتفرج على الفيديو بتاعك يعني مش عايز اقول لك كل اللي بتفرج عليه كسرت الدنيا انت. خلاص بقى خلاص مش هنعرف نكلمك بعد كده. إيه عايز تلعب كوره ولا عايز تلعب لعبه تانية؟ انا مش على الكوره، انا بحب الكوره طبعا بس مش حكايه الكوره خالص، انا عايز بس امثل منتخب مصر. في ايه؟ اي هوايه اي لعبه بس امثل منتخب مصر. هتمثل منتخب مصر؟ يا سلام، واحنا نلاقي زيك اصلا؟ وفي زيك كتير طبعا، في زيك بس طبعا مش كتير بيمتلكوا نفس الاراده ونفس القوه ونفس التحدي اللي عندك ده، فاكيد ان شاء الله يكون ليك دور في منتخب مصر. لكن في اي لعبه بتفضل اي لعبه؟ انا سمعت اللي في كره قدم مثلا، ممكن العب لعبه السباحه. ايه رايك انت تكسر الدنيا لو بتعرف تعوم ولا لسه؟ بعرف قوي. اه انت تكسر الدنيا، انت عارف ايديك وانت بتتحرك بايديك كده في الملعب؟ طبعا انت عارف انها صعبه جدا، مش اي حد ممكن يعمل كده. تخيل بقى انت بتعمل كده في الميه ممكن تكسر الدنيا اصلا. ولا انت عايز تلعب كوره؟ مش حكايه كوره، انا بقول لك عايز بس امثل منتخب مصر. هتمثل منتخب مصر؟ بس احنا عايزين نعرف دماغك فيها ايه، يعني نروح نقول لهم يا جماعه احنا عايزين نلبس تيشيرت منتخب مصر واحنا مش عارفين نلعب هنلعب ايه؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا. انت شايفك بتمرن كوره وبتنزل مع اللعيبه عندك وبتعمل نفس التمرينات اللي بيعملها اللعيبه، مع انك بتحمل قوي على ايديك، لكن خلاص انا متهيألي انت اتعودت على كده. اه اتعودت خالص، هم خدوا عليا وبقى بيحبوني خالص. وانت مبسوط؟ مبسوط جدا. انت بتتعامل في البلد بالجهاز ولا بتمشي عادي؟ لا بمشي عادي، انا بلبس الجهاز بس لا في حاله دروس او مدارس. بتحب تمشي كده عادي؟ اه عادي. طب الناس ليه؟ الناس خدت على كده خلاص. وانت خدت على كده انت مبسوط اصلا؟ النهارده حتى في النادي انا بقول لك انت مش عايز تعمل كده، انت عايز تمشي عادي في النادي. بس الجهاز ساعات بيوجع رجلي فما بحبش البسه كتير. بحب امشي كده على ايدي عادي. عشان ما انا عندي سرعه، ده كنت عايز اجري شويه في النادي، كنت عايز انزل اجري شويه. ما انت كنت جاي من السفر بقى وتعبان بقى، ما رضيتش اخليك تجري ولا تعمل حاجه. انا كنت عايز اخليك تعمل حاجات بس انا شايفك تعبان وشايفك بقى السفر طبعا كان يوم طويل. النهارده انت طالع من البلد الساعه كام؟ طلعنا الساعه 8، وصلنا هنا بالظبط 3 ساعات الساعه 11. انت زوغت من المدرسه النهارده؟ اه. عندك اجازه النهارده وبكره وبعده لحد كمان؟ اه حد عشان حابس تكتب. كل سنه وانت طيب. طيب عايز محمد صلاح ليه؟ شايف يعني ان هو لعيب كل الناس بتحبه. يعني ما فوق هو خد جايزه افضل هدف. بس هو المفروض اصلا ما ياخدهاش، المفروض اللي ياخده زي جون كريستيانو رونالدو اللي هو الدبل كيك او جون كعب. انت صريح قوي. يعني انا شايف هو خد جايزه افضل هدف و يعني برضه عشان ابننا برضه يا محمد. يعني لازم ناخد حاجه. ايوه طب يعني ما تنشفهاش قوي على الراجل. يعني قول لي يا محمد، وانت كل واحد مننا كده بقى ليه حلم. طيب ماشي، ناخد الاستاذ الصحفي الاستاذ رامي عبد الحميد امين صندوق البرلمانيه. استاذ رامي اهلا بيك. كابتن عبد الحميد وكل التحيه لمشاهدينا النادي الاهلي ومحمد في الاستوديو بحييه طبعا. انت شفته؟ شفت الفيديو بتاعه ولا اعرض لك لقطات منه بسرعه؟ لا انا الحقيقه بره فمش مش هتشوفه. طيب هو طبعا توحشني جدا الاول، وان شاء الله نلتقي عن قريب باذن الله، نعمل حلقه كده نكسر بقى الدنيا زي الحلقه اللي عملتها معاك ومع نجومك وابطالك. محمد حاجه كده مش طبيعيه يا استاذ رامي. كان نفسي تشوف الفيديو بتاعه. يعني هو معايا اهو في الاستوديو، يعني كان نفسي تشوف الفيديو بتاعه. هو طبعا بيتعامل بايديه بس وبتمرن بقى تمرينات الكوره، وما ادراك تمرينات الكوره. عنده سرعه ما شاء الله مش طبيعيه بايديه، يعني بيضرب الارض زي ما بنقول. يعني انا كان نفسي تشوفه عشان اقول لك ايه اللي ممكن تعمله له عندك في البرلمانيه. خليني بس الاول يعني اشكر النادي الاهلي ومدرسه ادارته وبرئاسه الكابتن محمود الخطيب. طبعا دي مش جديده على النادي الاهلي، ودايما كانت يعني كل الفئات والمستويات والاعمار هو ده النادي الاهلي اللي عودنا دايما على كده. يمكن كمان ناس كتير قوي مش عارفه ان في نشاط لكره القدم، المنطورين القدم
واحنا يمكن كان حصل لقاء مع بعض اللعيبه او الناس اللي بتمارس النشاط ده في مكان رحنا شفناهم في مدينه السلام. جميل. وتابعناهم ومفروض ان احنا بنعمل لهم نشاط وبنجمع عدد كبير من اللعيبه عشان نعمل لهم النشاط ده. لكن احنا بس يعني في الشارع طبعا داخل مصر ده احنا بنصطدم اوقات ببعض الاجراءات وبعض الامور الخاصه عشان يبقى ليهم كيان رياضي يقدروا ان هم يشاركوا من خلاله على مستوى المحلي والدولي والافريقي. كل الحاجات دي بتاخد وقت شويه، لكن احنا يمكن الموسم ده ان شاء الله هيبقى فيه يعني نشاط للمحترفين في كره القدم، وعندهم مواهب غير طبيعيه على مستوى الكوره على المستوى البدني. فعايز اطمن بس الناس ان احنا اللجنه البارالمبيه مهتمين جدا بالنشاط ده، وبنشكر النادي الاهلي ان هو سعى ليه، ونتمنى ان يكون في كل الانديه زي النادي الاهلي تشارك بحاجه زي كده. يعني لو في اي حاجه نقدر حاجه ناقصه عند اي حد ممكن نستقبلهم في اللجنه البارلمانيه. يمكن احنا كان في تواصل مع شاب اسمه عبد الله، معرفش محمد يعرفه ولا لا. لا، محمد ما يعرفش اي حاجه لسه. محمد لسه يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عنده 11 سنه لسه، 11 سنه و 12 سنه. حضرتك بندعو محمد ان هو يكون موجود في اللجنه البرلمانيه، ويعني دي حاجه شرفنا وتسعدنا. طبعا يعني حاجه فخر لينا كلنا. حبيبي يا استاذ رامي، يعني ان شاء الله محمد انت لما تشوف الفيديو هتعرف محمد ايه. يعني هو فيديو مختلف خالص وحاجه مختلفه. اعتقد ان انت طبعا مر عليك كتير من اصحاب المهارات واصحاب القوه والاراده الغير طبيعيين من رجالتنا دي، لكن هو مختلف كمان شويه عن كده. ان شاء الله ابعت لك الفيديو بتاعه، وان شاء الله نلتقي قريبا جدا عندك في اللجنه البرلمانيه، ويكون ليه دور معاكم باذن الله. يا استاذ رامي عبد الحميد، شرفتني ونورتني، وان شاء الله نلتقي قريبا جدا جدا في قناه الاهلي. شكرا جدا لحضرتك. تبص انت تؤمر بس، يعني انت تؤمر كده واحنا ننفذ لك على طول يا ابو حميد. او بيقولوا بيعملوا كره قدم نشاط جديد لسه بيعملوه. لو انت حابب، لو انت عايز تدخل السباحه، بس انا شايف انت السباحه دي هتعبر المنش اساسا. ايه رايك؟ ولا بكره ننام شويه النهارده لان شكلك تعبان كده، وبكره نفكر. هسال والدي بقى والكباتن بتاعتي ونشوف هيقول ايه. انت نفسك في ايه؟ نفسي طبعا انا بحب كرة القدم، نفسي العب كرة القدم، عايز يعني الناس تحبني، عايز كل الشعب المصري يحبني ويشوفني، وعايز عايزينه يشوفني زي محمد صلاح. ما الناس كلها بتحبك يا محمد، انت هتبوظ الحلقة ليه؟ ما الناس كلها بتحبك، وبعدين تبقى أحسن من محمد صلاح كمان. محمد صلاح لو محمد صلاح لو شافك يعني يقول لك انا نفسي تبقى احسن مني، بس يعني ممكن مش لازم، مش يعني محمد صلاح ربنا كرمه في كره القدم. عندنا مثلا فراشتنا الذهبيه رانيا علواني، عضو مجلس النادي الاهلي، ربنا كرمها في السباحه، بقت رانيا علواني كل الناس عارفاها. عندنا ابطال السباحه كتيره جدا، عندنا ابطال في كل حاجه، مش لازم لعبه معينه. انت معاك فاصل يا برجاوي؟ يلا اطلع فاصل ونرجع. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه منورني وشرفني النجم الجميل البطل الكبير، ان شاء الله يكون بطل كده عالمي كده، وشرفنا وشرف مصر كلها، محمد حسن، منور الدنيا يا كابتن. نعم. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. التيشيرت اهو بقى، يعني بص التيشيرت اهو كابتن بيبو. طبعا التيشيرت يا جماعه هو ما شاء الله، يعني التيشيرت ده يتقال بذهب الدنيا كله، دي الفلوس الحقيقيه، تيشيرت النادي الاهلي وعليه توقعات اللعيبه كلها. طبعا النجم الكبير كابتن محمود الخطيب،
كاتب لك ايه بقى؟ بص، لابني محمد حسن مع دعواتي القلبيه، الخطيب وبيبو. يعني شايف حاجه بقى، انت النهارده مش هتنام انا عارف. وطبعا نجم الفريق وكابتن الفريق حسام عاشور، حمودي، السليه، طبعا الاستاذ عامر فاروق، مين كمان كله بقى، وحمودي، احنا قلنا حمودي، وطبعا نجم احمد فتحي، وورا بقى التيشيرت. يعني يا جماعه، يعني بصوا ما شاء الله كل اللعيبه. النهارده كانت مبسوطه جدا بمحمد. بس هنعمله ازاي؟ ايه رايك؟ خليه بقى كده. وطبعا ده درع النادي الاهلي برضو، اداء كابتن محمود خطيب لمحمد حسن طبعا بامضته، ومعاه الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي. محمد حسن مثال يحتذى به، يعني حاجه مش عايز اقول بقى تحديت بقى مش عارف ايه والكلام، احنا عدينا بقى الكلام ده وكبرنا عليه. ولا ايه؟ امال ايه؟ صح. ورجاله وجامدين، وان شاء الله نكسر الدنيا في البرلمبيه، تروح بقى كوره بقى، تروح سباحه، تروح اي حاجه انت عايزها. مش كده؟ اروح اي حاجه، بس المهم امثل منتخب مصر. ان شاء الله تمثل منتخب مصر ان شاء الله. وانت قاعد بقى كده وبتحلم، وانا قاعد بقى نايم كده وعمال مفتح عينيك وبتحلم، عارف احلام اليقظه اللي احنا بنسميها كده؟ مش بتقعد تحلم كده ولا ايه؟ ولا انا بس ولا ايه؟ تبقى قاعد كده بتقعد تحلم بحاجات، تحلم بايه؟ نفسك بيكون في ايه؟ انت عايز تعمل ايه؟ قول لي من قلبك كده، كلمني. بحلم ان انا بلعب مع لعيبه النادي الاهلي، اكنني بلعب في وسطهم يعني، وبعمل التمرينات معاهم. انا ما حلمت الحلم ده. حلمت ايه؟ حلمت ان انا واقف في وسط اللعيبه بتاع النادي الاهلي وعمال العب معاهم. بجد والله؟ والله. طيب وايه كمان؟ انا حلمت ان انا بعمل معاهم تمرين بدني، وحلمت ان انا لعبت معاهم في الدوري. الحلم ده من قريب، حلمت معاهم ان انا بلعب معاهم في الدوري وخدنا الاربع نجوم. النجمة الرابعة كمان. النجمة الرابعة. هقول لك ايه بقى؟ هقول لك ايه بقى؟ يعني طب انت بتتمنى ايه؟ انا سالتك السؤال ده كتير. انا عايز اعرف من جواك انت. خلاص انا عرفت انت عايز تمثل منتخب مصر، وان شاء الله تمثل منتخب مصر، ودخل معانا رامي. رامي ده امين صندوق اللجنه البرلمبيه اللي هي مسؤوله عن الالعاب بتاعتك. وان شاء الله تدخل. نفسك في ايه بعد كده؟ لما تكبر تبقى ايه؟ نفسي اكون زي علام، زي حضرتك كده. يا سلام، انت احسن مني. انت احسن مني بكتير يا محمد. انت انا النهارده وكابتن الخطيب نزل قاعد معايا وحضر. الرياضه جميله جدا. وان شاء الله نجيب لك جهاز احسن طب من الجهاز اللي معاك ده، طالما بتعب لك رجليك. هو بتعب لي رجليا. ممكن يعني. ممكن. سلام، انت تؤمر انت، بس انا عايزك تؤمر. ما انا عمال اقول لك انت عايز ايه، انت مش عايز تقول حاجه، بس انت بتقول انا بحب امشي كده عادي وبتاع، وانا عايزك براحتك، بس كده كده اجيبه لك، انت حر بقى. هو الجهاز اصلا للمدرسه والدروس، بس ساعات اصلا بروح الدروس من غير جهاز والمدرسه. طب ليه؟ ما بحبش البسه خالص. طب ليه؟ سواء بوجع رجليا خالص. عشان بوجع رجليا كل كل يوم البسه، اجي رجليا توجعني خالص. كل يوم لما البسه احط معاها. عشان بيوجعني. نجيب لك واحد ان شاء الله، نجيب لك واحد يعني احسن من ده بكتير، ويكون مريح لرجليك. انت تؤمر بس يا محمد والله العظيم. وانا مبسوط قوي 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 ان انت معايا النهارده، وان شاء الله تحقق كل اللي انت عايزه ان شاء الله. وبعدين انت البصه في وشك يعني حاجه والله، انا فعلا من قلبي مبسوط قوي ان انا قاعد معاك، وفخور كده ان انا عندي من بلدي واحد زيك. غطيت علينا كلنا خلاص بقى، انا كنت بدخل بقى البلد بقى مش عارف ايه بقى، مع ان انا ما بروحش وانا مقصر معاهم جدا، لكن خلاص انت غطيت علينا كلنا بقى. ده كانت دكاتره ومهندسين ووزراء كانوا، لكن انت بقى غطيت علينا كلنا. بتمنى لك التوفيق من كل قلبي، وان شاء الله تكسر الدنيا. ان شاء الله اكلمك كده ونروح بقى اللجنه البرلمبيه دي، ونخلص نشوف انت عايز تلعب ايه، وان شاء الله نعمل لك اللي انت عايزه كله، طالما انت عندك القوه والاراده دي. ماشي يا معلم؟ ماشي كده. وهتوحشني جدا لغايه لما اشوفك تاني.
عايز تقول حاجه قبل ما نخلص؟ عايز اقول بس ان انا بشكر الكباتن كلها اللي وقفت معايا، كابتن خلو وكابتن باين بلم وكابتن حسام وكابتن هاني وكابتن صدق، وزمانهم دلوقتي قاعدين في مركز الشباب عمالين يسقفوا. طبعا يسقفوا لك. ماشي، نورتني وشرفتني. شكرا. هنطلع فاصل عشان نستقبل نجم الاهلي السابق كابتن احمد فوزي. فاصل مستمر. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، وانه يشرفني طبعا الكابتن والدكتور. دكتور ولا كابتن؟ احمد حلو. النجم الكبير كابتن احمد فوزي، منور الدنيا كابتن. ده نورك، ربنا يبارك فيك يا ميدو. مش عارف اقول لك ايه يعني، بس كون انا متواجد معاك دي حاجه جميله، ويا رب يطلع ربنا يبارك فيك. ربنا يعزك، ربنا يخليك، زي ما شرفت كل الانديه اللي انت كنت فيها. الله يبارك فيك. انا جبت فيك جوان. جبت فيا وانا في بتروجيت، جبت فيا في ماتش امبي وبتروجيت 3-2. طب الحمد لله بقى انت وعادل مصطفى، مش فاكر مين الثالث. طب الحمد لله. لا يعني لا جبت، ما تخافش انا شبكت شايله كتير، ما تخافش. لا لا لا، ده انا بعد انا بنقط. بنقط وانا ماشي. بس كنت جامد الحمد لله يعني، دي حقيقه. ربنا يبارك. طمنا عليك الاول.
الحمد لله تمام، شغال دلوقتي في مدرب في قطاع الناشئين عندنا في النادي، ماسك فرقتين 2005 و2006 حراسه مرمى. يعني الحمد لله انا لسه مبطل طبعا السنه، انا كنت هكمل السنه دي بس بطلت يعني. فشغال كده وفي بعض القنوات بحلل حراس المرمى في قناه يعني مخصصه اسبوعيا، وليها برنامج بتاعي الحمد لله. طب بطلت ليه؟ بطلت. بص انا فعلا كنت مكمل السنه دي ورحت مع الترسانه، احنا انا كنت بلعب في الترسانه اخر سنتين. رحت معسكر وقاعدين في المعسكر وكده، وبعدين كابتن اكرامبي كل سنه في هذا التوقيت بيكلمني يا ابني احنا هنعمل القطاع بتاع الناشئين وعايزينك معانا. كل سنه بعتذر. السنه دي برضو اتصل بيا واعتذرت. ففي يوم من الايام كده قاعد عادي جدا وخلصت التمرين بتاع بعد الظهر، طبعا انت عارف الحمل بتاع فتره الاعداد بيبقى حمل قوي شويه طبعا. فقلت مش انا، طب انا هعذب نفسي ليه؟ انا مش قادر خلاص. كم سنه دلوقتي يا كابتن؟ 41. طب ما لسه. لا لسه، بص ما هو لسه يا اما تلعب وتاخد كلام ما يعجبكش، يا اما تقوم تبطل وانت واقف على رجليك. انت عارف لله. عارف عشان مناسبه تاخد كلام ما يعجبكش دي، كنت انا بتكلم او بتعامل ازاي من جوايا يعني، مع احترامي للكل، مع احترامي للكل طبعا، كلام دايما انا بتكلم مش في العموم، من دايما بتكلم بنسب يعني. انا بطلت 40 سنه تمام، انا اصلا ما لحقتش العب كوره. تمام. البالي متاخر شويه. ف 25 سنه فما لحقتش العب كوره، فكان نفسي العب، لكن بقى جت ظروف الثوره والكلام ده كله. فمن ساعه ما انا عندي 31 سنه والناس بيقولوا عليا كبير، بس انا كنت بشوف اللي بيقول عليا كبير ده هل هو مؤهل انه يتكلم ان هو يقول ان انا كبير، ولا هو بيقول ان انا كبير وخلاص. كنت بتعامل بقى من المنطلق ده. تمام. فطبعا بص مفيش شك ان الناس اللي فاهمه في الكوره قليله، ومفيش شك ان هي بتختلف من بني ادم لبني ادم تاني خالص. عوامل الشيخوخه بتطلع من اول الاربعين. يعني عشان بس يبقى عوامل الشيخوخه في البني ادم بتبتدي من اول سن الاربعين. تمام. ما قبلها فانت لسه في مرحله الشباب. تمام. بتظهر عليك امتى؟ دي بتختلف. ممكن واحد تظهر شعره بيض من هو عنده 25 سنه، واحد بيض شعره عنده 50 سنه. بالظبط. فدي الاختلاف مش كلنا زي بعض يعني. اكيد الجينات مختلفة. انت بتقول لعبت 40 سنه، كابتن حسام حسن 41، كابتن اسامة عربي 38. في ناس بتبطل 28 سنه. لسه بيلعب الحضري بيلعب. بس هنا انا عندي كلمه لازم اوجهها له، وانا عندي نفس الكلمه انت هتوجهها له. يعني بالظبط يعني امل الفارس ان يترجل. يعني خلاص يا عصام، لازم تسيب السيف وتنزل من على الحصان وتمشي وتبقى بني ادم عادي، وتسيب حد يركب الحصان غيرك. لا. لحد امتى؟ هتعمل ماتشات كويسه، هتعمل ماتشات وحشه، بس احنا متعودين على عصام البيك بتاعه عامل كده على طول، بيدي 9 من 10، ما بيديش 7 في التوب فورم. ما ينفعش ان انت تلعب ماتشات 9 وتلعب ماتشات 5 من 10 و4 من 10 ويطلع الناس يتكلموا فيه. خلاص عصام ليه مكانه. كل ما تلعب زياده اسمك بيقل. عبد المنصف نفس القصه. مع ان عبد المنصف السنه دي حاجه ما شاء الله. في انهي ماتشات؟ اتفرجت على ماتش الاهلي. ماشي. كملت بقيه الدوري؟ لعب 9 ماتش. هو لعب 10 ماتش. لا ما شفتش انا ماشي. انا بقى بقول لحضرتك انا بلعب. انا كل اسبوع بطلع احلل حراس المرمى. فانا بقى مش عايزين عشان بس ما يبقاش اعلان، قناه بحلل حراس المرمى كل اسبوع. وعندي لسته بالدرجات الاسبوعيه لكل حارس مرمى واخطائه. فانا بقى اكلمك في ايه؟ الناس دي كنا دايما حاطينها رمز في حراسه المرمى. ما ينفعش دلوقتي بعد السن ده ان انت تكمل وتسمع كلام يعني يهينك في مثل هذا السن. لا. ده انا اقف على رجلي وانزل من على الحصان وانا واقف على رجلي وبقول للناس انا اهو. بس كلام معقول. ده الطبيعي. ده الطبيعي يا ميدو. كلام معقول. انت ممكن تلعب ل40 سنه وتسمع مديح الدنيا كلها. بالظبط. ممكن تلعب لحد 30 سنه وتسمع من الناس يا عم بطل، يا عم اقعد، يا عم اقعد، يا عم مش قادر. فدي ملهاش دعوه خالص. دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. بمناسبه الدكتور احمد فوزي، تمام، هل كل ما انا اتعامل كمدرب مع لعيب مثقف هيفيدني ويفيده، ولا الموضوع ملوش علاقه؟ طيب نرجع ونقول ان القصه دي قصه مدرب. مدرب الواعي الفاهم اللي بيعرف يحط كل واحد بالكاتيجوري. طب هبعدك عن المدرب. ماشي. قبل المدرب هقول لك في شك تاني. هل هي مفيده للرياضه العامه ان اللعيب يبقى مثقف؟ طبعا. تمام. طبعا بص لا شك ان اللعيب كل ما يكون مثقف، كل ما يكون تفكيره في الملعب اسرع. كل ما يكون التوجيهات بتاعه المدرب بيحفظها اسرع، كل ما يبقى عنده تخيل
لليوم بتاعه أو تخيل اللعب بتاعه 90 دقيقة قبل ما ينزل مباراة تركيزه بيبقى أعلى. كل حاجة كل ما يكون مثقف كل ما يكون رد الفعل بتاع الحارس بتاع اللعيب عامة عشان ما نقولش حارس بس بتاع اللعيب في 90 دقيقة يكون مركز لأنه عارف هو بيعمل إيه والمدرب لما بيقول له اعمل كذا بيبقى هو فاهم هو بيعمل إيه. كل كمان يعني أنت قلت نقط مهمة جدا يعني ممكن ازود نقطه كمان شايف ان هي مهمه قوي 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 كل كمان ان هو كمان تفكيره تمام في المعاملات عموما تفكيره في حياته هو عموما تفكيره تمام. ان اصبح نجم عموما هيختلف تماما عن ما هو غير مثقف. عاصرنا حاجات كتير قوي وعاصرنا لعيبه ولا احسن ولا اروع ولكن عشان ثقافتها قليله وخلي بالك الثقافه مش بالشهاده خالص يعني الثقافه ممكن يكون واحد امي احسن امي ولكن بي 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 يعني ما بيعرفش مطلع فيعني الثقافه مش بالشهاده خالص انما ثقافيا هو قليل وبطل وعمل مشاكل كتير عشان خاطر ثقافته قليله. ودي ما تخليكش يعني نطرح سؤال ليه الانديه ما بتعملش زي محاضرات تثقيفيه للعيبه؟ تمام يعني صعبه الموضوع؟ لا مش صعبه هي بتعتمد برجع بقول لك هو مش اسلوب لو الاسلوب ده متبع في نادي بيمشي على كله يبقى 10 على 10 انما في بعض المدربين على حده المدربين المحترمين اللي فاهمين الدنيا ماشيه ازاي وعارفين ان هو يستفيد من اللعيب بتاعه ازاي بيعملوها وبيعملوها مش بصوره الزاميه في الفرقه لا ده ممكن ياخد كل يوم 5-6 لعيبه ويقعد يتكلم معاهم نص ساعه بالزبط حياتك بالزبط وطريقتك وهتعمل ايه وفي الملعب هنا وبره الملعب وما تزعلش حد الكلام ده كله واللعيب بيطلع بعد كده اكيد انت عاصرت حد واثر فيك بالايجاب اذا كان كابتن طه بصري الله يرحمه اي حد اي حد يقول لك بس كلمه واحده يعني من علمني حرفا صرت له عبدا فلما يكون واحد بس هيقول لك كلمه وانت تقعد ماشي بيها وماشي عليها لحد ما تبطل اعتقد ان ده المدرب يشكر ويضرب له تعظيم سلام. بالظبط انت فكرتني طبعا الكابتن يحيى اسماعيل الله يرحمه الله يرحمه بس طبعا الله يرحمه هما الاثنين حاجه يعني تيجي تذكرهم لازم تذكرهم بطيب الذكر يعني زي ما بيقولوا الكابتن يحيى كان دايما يقول لي طول ما انت بتتعب ربنا هيدي لك تمام بس هيدي لك امتى هو ينقي الوقت المناسب اللي يجيلك فيه بالظبط سبحانه وتعالى هو دايما بقول بصراحه لغايه لما جه الاهلي وانا عندي 35 سنه يعني لو قلت ايه ما حدش في السن ده خالص يتخيل ان انت تيجي النادي الاهلي ولا انا ايوه طبعا انا بقول لك لكن دايما كنت بتشتغل ودايما بتتعب ودايما بتدور دي اهم حاجه في نفسك لو قلت احمد فوزي بقى احمد فوزي الحارس تمام لو قلت لك لو حياتك عباره عن سلالم كام درجه والطب بتاعها كان فين وهل نزلت تاني ولا عند الطب قلت شكرا ما فيش حد في الدنيا ما بينزلش عن الطب لا يعني مش هتقعد مش قصدي اللي هو انا كان ممكن ولا كده خلاص ولا استنى سنه بس السنه دي انا نزلت فيها طيب ماشي الاول بدايه يعني تعريفا بالجمهور وتعريفا بالناس كان في النادي الاهلي تمام بعد كده لما لقيت نفسي مش هبقى متواجد خالص على تمام. فكره يعني حاجه اذعها ان انا اللي دخلت الكابتن خطيب كان مدير كوره قلت له يا كابتن انا ماليش مكان في وجود الحضري تمام كان لسه حضري صغير وانا عايز العبه قلت له اللاعب يقاس بعدد ساعات لعبه لا يقاس بعدد ساعات جلوسه على دكه الاحتياطي جميل مشيت وانا 24 سنه رحت الحرس يمكن اول خطوه عايز اقول لك حاجه اول سلمه بتعرفك الناس والجمهور واللعب وبره النادي الاهلي انت عايش في قصه ثانيه خالص بص انت عايش في في في, في, في اسطوره ونزلت تتعامل مع الناس تحت بالظبط يعني اللعب بره النادي الاهلي بتاخد سنه تكييف او سنه ونص تكييف عقبال ما تتكيف على الحاله العامه بره النادي الاهلي تمام صحيح انا نزلت ناس لحرس جميل ودي حقيقه انا رحت نادي الحرس صحيح هو نادي كبير وكل حاجه ولكن مقارنه بالنادي الاهلي مش عايزين نقارن حد بالنادي الاهلي تمام فكانت اول سنتين ليا متعبين شويه يمكن بدايه التالق كانت في بتروجيت مع كابتن ابراهيم عبد العزيز واحب اوجه له تحيه خاصه مدرب حراس المرمى وكابتن مختار تحيه خاصه لكابتن ابراهيم عبد العزيز وتحيه خاصه لكابتن مختار الاثنين اتعاملوا معايا من منطلق انت يا ابني كبير وانت اللي هتشيلنا وكنت فرقه لسه صاعده وانا انضميت لهم والحمد لله عملنا مواسم جيده جدا وكانت فتره تالقي يمكن في السنه الثانيه بتاعه 2008 2007 2008 2008 2009 دي كانت بدايه ان الناس كلها تقول احمد فوزي لازم يروح المنتخب تمام مشيت لظروف طبعا الثوره
مشيت من بتروجيت رحت تليفونات بني سويف الدوري اتلغى عشان بورسعيد. رحت الداخليه كان تاني حته اتالق فيها. قعدنا خمس سنين في الدوري والحمد لله كانت عملت ماتشات ولا اروع يمكن احسنهم سنه 2003 2004 2013 2014 لما كسبنا للاسف يعني كسبنا النادي الاهلي رايح جاي تمام في الدوري. بعد كده بقى كنت خلاص ليه انت لازم ده انت تبقى رافع راسك لفوق انت كسبت النادي الاهلي رايح جاي انا يعني عشان دي حاجات نقط مضيئه في تاريخك انت كنت كسبت النادي الاهلي بس انا اقول لك حاجه انا ناهيك ان انا اهلاوي انا مشجع درجه ثالثه بكلنا لا لا, لا انا مشجع درجه ثالثه من وانا عيل صغير ما تعالى شفنا هنا يوم ماتش ما طبيعي بس انا بقول لك يعني يعني لما بقول ان انا كسبت من الاهلي بتكسب بصراحه ماشي سيبك بقى على جنب كنت هبطل والكلام ده من سنتين وبعدين رحت فاركو سنه وبعدين رحت كمان الترسانه سنه وما كنتش هلعبها لولا ان وجود كابتن علاء نوح هو اللي قال لي وتعالى عشان خاطري ومش عارف ايه ونقضيها سنه كده وبتاع وفعلا رحت انما السلالم المضيئه هي سلالم بتروجيت وسلالم الداخليه. جميل جميل قوي. كنت بتفكر انت تبطل في وقت معين وقلت لا اكمل ولقيت ان انت كان قرارك كان غلط ولا كان قرارك كان صح؟ بعد الثوره كنت بفكر ابطل فعلا لان هم خيروني بتروجيت يا اما انا كنت موظف يا اما اكمل في الوظيفه واسيب الكوره يا اما اطلع بره واسيب الوظيفه فانا قراري ان انا اكمل كوره واسيب الوظيفه انا قراري لحد دلوقتي انا موافق عليه وكنت ساعتها بفكر فعلا ان انا بطل بس الحمد لله ان انا ما بطلتش. جميل قوي جميل قوي. لما رحت للكابتن خطيب زي ما حضرتك بتقول قلت له انا خلاص انا مش هيبقى ليا دور في وجود الحضري تمام. هل ده اقتناعا منك ولا هل ده ان انت مش لاقي فرصه؟ طيب الاثنين مع بعض مش لاقي فرصه لان انا فعلا ما ينفعش الاثنين مع بعض يعني. والله العظيم الاثنين مع بعض طول ما الحضري ماشي كويس انا مش هاخد فرصه تمام صح تمام. ثانيا الحضري اختلفنا اتفقنا ابينا شئنا احسن من لبس قفازات في مصر على الاطلاق دي حقيقه بحييك عليها تمام طبعا وانا لو ما قلتش كده يبقى انا منافق لنفسي تمام. هو احسن من لبس قفازات في مصر تمام. طيب انا دلوقتي عصام عنده 29 سنه وانا 24 سنه عصام قعد بعديه يلعب قد ايه 10 سنين موت كام جون بعديه كل الاجوان كل الاجوان اللي بعديه حتى نادر لما راح كل الاجوان اللي راحت مع عصام ماتت لحد ما هو مشي في 2008 صح او 2009 مش فاكر 4 2009 فانا لو كنت هقعد لحد 4 2009 كان هيبقى عندي من العمر 32 سنه لحد ما عصام يمشي ولو ما كانش مشي كان هيلعب لعب بعديه امير الدنيا ما مشيتش معاه لعب بعديه احمد عادل عبد المنعم ما مشيتش معاه رمزي صالح الدنيا ما مشيتش فكون ان انت تبقى في النادي الاهلي جون اوحد بيخلص على اللي وراه مهما اللي وراه كان كويس ولكن انا زي ما بقول لك الحارس يقاس بعدد ساعات اللعب طول ما الحارس ما جربش انه يلعب ويغلط عشان لما تجيله تاني وخبراته تتكرر ويطلعها بالظبط تمام يبقى عمره ما هيبقى كويس بالظبط ولما واي حد بيبقى موجود مكان الحضري الناس كلها بتقارن الوقفه في النادي الاهلي زيك زي الحضري بالظبط صح طب. تمام طب. طب خلاص انا ليه احط نفسي ان انا اقعد لحد 30 سنه او 31 سنه ما لعبتش كوره انت فكرت بعقلانيه قوي على طول بدري انا كان لسه فاضل لي سنه في عقدي ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي بس انا اللي رحت للكابتن الخطيب واصريت واعتذرت والكابتن قال لي طب هرد عليك بكره ولجنه كوره ومش عارف ايه وبعتوا لي في لجنه الكوره وانا اصريت ان انا ابطل لان الموضوع بالنسبه لي امشي من النادي الاهلي لان الموضوع بالنسبه لي كان زي بالظبط كده حياه او موت انا يعني احيني النهارده وموتني بكره انا عملت نفس اللي انت عملته بس انا كنت خلاص يعني ببطل كوره أيوة كنت عايز العب تاني طول ما انت بتلعب روحك لسه بالظبط بالظبط طيب السؤال اللي عايز اساله لك انت بقى احمد فوزي المثقف لو مكان الحضري لما راح انا بفكرك بحاجات عشان بس الناس تعرف العقليه هتفكر في فلوس ولا هتفكر في نادي بعيد عن عواطف تمام طيب بعقلانيه انسان مثقف بعقلانيه انسان مثقف بلاش انا لان انا عواطف انا همضي على الاهلي مدى الحياه مدى الحياه ببلاش جميل وامضي على همضي على بياض ومدى الحياه طب اللي بنشوفه دلوقتي ايه اللي بنشوفه دلوقتي ممكن اقول لك خسه ونداله النادي الاهلي هو اللي بيعمل النجوم ولا النجوم اللي بتعمله هو الاهلي اللي بيعمل النجوم اكيد اي واحد بعد ربنا يعني ايوه ماشي اي واحد بيروح النادي الاهلي ويبقى نجم ويجي يساوم النادي الاهلي في
في فلوس يبقى غلطان. لو هو كان بياخد 50 قرش وبقى ياخد 10 جنيه يجي يساوي من النادي الاهلي في 20 جنيه؟ يا راجل اتقي الله، ده انت كنت فين وبقيت فين؟ طيب ال 10 جنيه اللي انت هتاخدها في النادي الاهلي ابرك من 100 جنيه هتاخدها بره. ثانيا النادي الاهلي اللي عملك وخلاك حاجه كبيره والناس كلها بتتطلع عليك وعايزه تصورك، تخيل لو انت رحت نادي منافس، وفي امثله كتير راحت انديه منافسه واتنست وما بقتش من اساطير النادي الاهلي وعلى راسهم ابراهيم سعيد. صح؟ في اكبر من ابراهيم سعيد كلاعب كوره، الناس كلها قالت هيبقى هيعدي الناس كلها، ولكنه ختم حياته في نادي الزمالك. هل تلاقي له اي مبرر او اي حد من جمهور الاهلي بيشجعه؟ طب يا اخي انت بتحسب ازاي؟ يا اخي النادي الاهلي، نادي الاهلي احسن نادي في القرن، في الامه العربيه، في الشرق الاوسط. حفيظ دراجي كاتب النهارده مقاله ولا اروع ولا عن النادي الاهلي. حفيظ دراجي كاتب النادي الاهلي هو نمره واحد في العالم العربي. النادي الاهلي الوحيد اللي عرف يسكت اسمه ايه؟ كفايه ان حفيظ دراجي يكتب كده، وده واحد شغال في البي ان وبيتكلم على الامه العربيه كلها. فيعني النادي الاهلي ليه وضع انت المفروض ما تتكلمش بعد كده. بالظبط، النادي الاهلي هيفضل طول عمره كبير. انا طبعا بضم صوتك. تعال نشوف الاهلي كسب الداخليه 99-1-0 في اخر دقائق في بطوله الجمهوريه. معايا فاروق صلاح. فاروق صلاح اهلا بيك. تحياتي ليك كابتن ميدو ولضيف حضرتك ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. انا عايز اخد من كلامكم ان الاهلي القيمه الكبيره، النادي الاهلي المبادئ، النادي الاهلي اللي علمنا الانتماء. النهارده ناشئين النادي الاهلي بيضربوا المثل، اتعلموا من الفريق الاول ان انت دايما بتلعب لاخر ثانيه لاخر دقيقه. الفريق النادي الاهلي مواليد 99 النهارده بيحقق الانتصار يا كابتن ميدو في الثانيه الاخيره في الدقيقه 99. يعني نسترجع ذكريات مباراه سيو سبورت في اخر ثانيه الحكم كان هيصفر اخر كره، قدر النادي الاهلي يحقق انتصار علشان يتصدر دوري الجمهوريه النهارده بفوزه على فريق الداخليه. يعني كهدف اكيد يعني كان ليه فرحه مختلفه خالص. طبعا اللي انا عايز اقول لحضرتك ان جهاز الداخليه واداري النادي الاهلي، يعني حتى الجهاز اللي كان يعني الاداري مستعد انه خلاص يعني خلاص بالظبط عشان الحكام الماتش انتهى، لكن اللاعب صالح نصر في الثواني الاخيره يعني يتقمص بقى يعني شخصيات متعب وبلس 90 في النادي الاهلي. هدف غالي جدا للنادي الاهلي. مباراه خارج ملعب النادي الاهلي في ملعب الداخليه كانت مباراه صعبه جدا يا كابتن ميدو. حضرتك عارف مباراه الجمهوريه وبطوله صعبه، فريق الاسماعيلي وانبي والزمالك. بالظبط. لكن النهارده فوز النادي الاهلي على فريق الداخليه خلى النادي الاهلي يتصدر المسابقه ويجي في المركز الثاني نادي الاسماعيلي، في الثالث المقاولين، ثم انبي، ثم الجيش، ثم نادي الزمالك. وكمان اللاعب صالح نصر بيرفع رصيده من الاهداف لخمس اهداف ويتصدر قائمه هدافي بطوله الجمهوريه. والشيء النظر يا كابتن ميدو ان معظم الهدافين في بطولات الناشئين من النادي الاهلي، يعني حضرتك كواحد من مهاجمين جميل. الكبار، فعندنا مهاجمين ما شاء الله هداف بطوله ال 2001 من النادي الاهلي شادي رضوان وعبد الوهاب الاثنين ست اهداف. ما شاء الله ما شاء الله. هداف ال 97 من النادي الاهلي، هداف ال 99 من النادي الاهلي، هداف بطوله ال 2000 من النادي الاهلي، هداف ال 2002 من النادي الاهلي. البطوله الوحيده اللي مش الهداف من النادي الاهلي هي بطوله ال 2003. ولسه ما خلصتش، لسه ممكن تلاقي لسه بقى. وايضا بطوله بالمناسبه هداف بطوله 2004 اللاعب ميدو اسامه جايب 8 اهداف في ثلاث مباريات، هو اقوى فرق اقوى خط هجوم لاي فرقه في قطاع الناشئين على مستوى مصر. فريق النادي الاهلي 2004 احرز 23 هدف في 3 لقاءات ولم تهتز شباكه حتى الان. فاروق كل التوفيق ليك، كل التوفيق لفرق الناشئين. فاروق صلاح زميل العزيز شكرا جدا على هذه المداخله. يا جماعه ما احنا قلنا ما حدش يامن طول ما الحكم ما صفرش، ما حدش يامن لفريق لابس احمر ومكتوب عليه النادي الاهلي، ما حدش يامن. الحكم يصفر كده خلاص، ما صفرش قبل ما يصفر ما تقدرش. بالظبط، كان دايما كابتن طه لو غمضت عينك هتلبس جول. الله يرحمك كابتن طه حسين، كان دايما يقول لنا طول ما الحكم ما صفرش مع ماتشات الاهلي اوعوا تفكروا ان ما جاش فينا اجوان. ايوه كده كابتن مختار كان يقول لك احنا بنلعب ماتش ملاكمه، اللي هيدي التاك والله العظيم هنقعد نضرب وهم يضربوا، بس خلي بالك ان انت في الدقيقه 95 ممكن تاخد واحده تخلصك، وممكن تاخد واحده في الدقيقه واحد تموتك. بالظبط، فطول ما انت كده حط ايدك على وشك وخلي بالك ده النادي الاهلي. والله العظيم يا جماعه
الناس ساعات بتقول انتوا بتزودوا قوي موضوع القيم والمبادئ، وكل ما حد يدخل الموضوع بجد والله العظيم زياده. الموضوع فعلا اللي ما دخلش النادي الاهلي مش هيعرف، اللي ما عاش في النادي الاهلي حتى اسبوع او يوم مش هيحس بالكلام ده. انتوا معذورين، انا بتكلم للناس اللي هي بيقولوا انتوا بتزودوا، انتوا معذورين فعلا وعندكم حق، لانكم ما شفتوش الكيان ده من جوه عامل ازاي والناس دي من جوه عامله ازاي. النهارده انت شفت محمد حسن اللي كان معايا كابتن، ربنا يشفيه ويعافيه. انت مش متخيل كابتن محمود الخطيب النهارده نزل يستقبله ازاي، ومش متخيل الاستاذ عامر فاروق النهارده نزل يستقبله ازاي، وكل الناس في الاهلي واللعيبه. يعني الكابتن محمود الخطيب قال لي نفس الكلام اللي قال لي الاستاذ عامر فاروق، انت ليه جبته؟ انت كنت قول لنا واحنا نروح له. قلت له معقوله؟ قال لي والله العظيم كنا هنروح. قال لي لما هو ليه فيديو هبقى اوريه لك بعد الحلقه، لازم هتقول لك لا ايه ده، هو مين ده، ازاي بيعمل كده. فبصراحه حاجه ومش تمثيل بقى، يعني مش عايزين ندخل بقى في الاجواء الثانيه. فالاهلي فعلا حاجه لازم تحسها عشان لما تتكلم عليها. اودي الكابتن قدامك يعني ان شاء الله. يعني هو كمان محمد، انت عارف محمد بيتكلم على طبيعته قوي، على سجيته قوي. بص يعني انا فوجئت ان هو نازل له قعد له ما شاء الله، وبكلمه ابني وكاتب له على التيشيرت ابني، وقعد سمع له. ومحمد بيقول له طبعا بقى فرحان بيه جدا طبعاً. انا مش عايز اقول لك السعاده اللي فعلا، بقول لك بص يا كابتن السعاده، قال لي يا رب يسعده على طول. حاجه والله العظيم احنا نازلين انا ببص في عينيه، عارف اللي هو عايز ينط من على الكرسي ويروح له، عايز ينط ويروح له فعلا، والتيشيرت ومش مصدق. يعني حاجه يعني ربنا يكبر بخاطرك بجد يا رب، ويبعد عنك كل خلي بالك الحاجات الصغيره دي هي اللي بتخلي أكيد. الناس كلها تدافع عنه اكيد. وطبعا والكابتن محمد مرجان اللي بكلمه بقول له انا عايز عندي كذا كذا، قال لي هاته فورا. يعني بص حاجه ما فكروش. كابتن محمود خطيب كان عنده اجتماعات، الاستاذ عامر فاروق كان عنده اجتماعات، محمد مرجان مش عايز اقول لك بيجي له شد في ايديه اصلا من كتر الورق اللي بيجي له والامضاءات والضغط، ضغط كبير جدا. اللي بتكلمه ده يا جماعه لازم بصراحه تقفوا قوي 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 في ظهر النادي ده، لان النادي ده يستاهل ان كلنا نقف في ظهره، كلنا نلتف حواليه، وكلنا نقول لاي حد عايز يدخل بينا او عايز حتى يهد حتى طوبه من ملايين الطوب بتاع النادي ده، هنقوله لا، ونقف فعلا بكل ما اوتينا من قوه في وش اي حد عايز يدخل النادي الاهلي وعايز يخرب فيه وعايز يتكلم عليه بطريقه لا تليق بيه ولا تليق برموزه الكبار جدا. وده طبعا كان حاجه جميله جدا ما شاء الله. يعني انا اسف احنا خرجنا بره الكلام بصراحه، وربنا يجازيك خير بصراحه ان انت جبت واحد زي ده موجود، وولد محب وعاشق، وفي نفس الوقت انت بتقول بيعرف يعمل حاجات، يلعب كوره، فيعني ربنا يجازيك خير. لا بوريك موضوع مختلف، موضوع مختلف. النهارده انا بكلم حسام عاشور والولاد بقول لهم عايزين، فهم طبعا بيجي لنا حاجات كتير كده انت عارف. تمام عارف. فهم فاكرين ان هو حاله عاديه، لما وريته الفيديو اللعيبه مش عايز اقول لك، انا كنتش عايز اقول كده قدامه، اللعيبه وقعت في الارض. لا 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 يعني سامي قمصان، قلت له يا سامي على فكره ده فيديو، قال لي سامي وقع والله العظيم يا احمد، حياته وبتاع ازاي كده، انا حاجه بيتحدى الارض اساسا، بيعمل عارف التمرينات الحواجز، يا والله العظيم بينط وزجزاج، وسرعه في الزجزاج. فالنهارده كمان بقول لك اصعب حلقه عملتها في حياتي لا اله الا مع محمد. النهارده كمان بيقول لي يا كابتن الفيديو ده دي كانت الدوره الرابعه ليا. قلت له قال لي والله دي الدوره الرابعه ليا، وبكلمك عادي عايز العب كوره، متعود عايز العب كوره وعايز ابقى محمد صلاح وعايز لا حول ولا قوه. موضوع صعب، ربنا يا رب يديله كل اللي هو عايزه، وربنا يفرح كل اللي فرحه، لا حد يجيب له حتى ولو اجهزه تعويضيه، يعني ممكن حد يجيب له اجهزه تعويضيه عشان يعرف يلعب. في على فكره في منتخب مصر المعاقين بيعملوا في البرلمبيه منتخب مصر، فيعني ممكن بالزبط. يبقى متواجد، بس لازم يجيب اجهزه تعويضيه، يجيب رجلين يعني ان شاء الله. دعوه من هنا لو حد يقدر يجيبها له. لا 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 ده كل الناس اساسا محمد ما شاء الله عليه، وربنا يسهل له ان شاء الله اموره. تعال نروح لحراس المرمى بقى. تمام. شايف حراس المرمى طبعا السؤال بتساله على طول كل يوم، بس انا مش هساله لك كده. تمام. مش هساله لك كده، ايه اللي مخلي مستوانا كده؟ ايه اللي مخلي الجول النهارده 10 على 10 وبكره 5 على 10 وبعده 8 على 10؟ مفيش حارس بيديك الثبات اللي هو زي اللي انت بتتكلم عليه، الحضري مثلا. تمام. احمد فوزي في عزه. نادر السيد، ليه الثبات ده ما بقاش موجود دلوقتي مع ان التقنيه في التدريب
زادت والاهتمام بحراس المرمى اعتقد ان هو زاد. طيب الثبات اولا نمره واحد، خلي بالك عدم وجود الجمهور نمره واحد مهم قوي 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 قوي، ما بيخليش الراجل يفكر في كل الماتشات او ما بيخليش الحارس مركز في كل الماتشات زي ماتشات الاهلي والزمالك والاسماعيلي دي في العموم يا احمد؟ في العموم. اوكي. لان الجمهور بيدي دافع، بيخلي الراجل يركز اكتر في المباراه. قبلها بثلاث اربع خمس ايام اسبوع بيبقى مركز في المباراه. نمره واحد. نمره اثنين التعامل النفسي من مدربين حراس المرمى. الا وهو لما الجون بتاعي يعمل ماتش كويس لا ده انا افرده بقى وادلعه واعمل له واسوي له، لو عمل ماتش وحش ادوس عليه وازعق له. طب خلينا اقف عند المفروض العكس. انا مش عايزك تنسى الكلام تمام. بس لازم اقف عند النقطه دي. هل التعامل النفسي في كل دول العالم وبرده حته الثقافه تمام بتفرق ولا في مصر هنا زياده شويه؟ طيب شايفها ازاي؟ هقول لك على حاجه من غير ما ننسى الكلام بتاعك. طب نرجع بس حاجه بره كده. ماشي. عارف التشيك؟ طبعا معاه خمس لغات. اوكي. كل لغه عشان ينده على اللعيب بتاعه ويتكلم معاه ويوجهه في الملعب زي جوارديولا كده لما بيحسن اللغه بتاعته كده. في اي مكان بيروح. تمام. ادي حاجه. الحاجه الثانيه بتاع المانيا الجون بتاع نوير. نوير نوير تعرف ان هو دخل مسابقه طلع الثاني على العالم في المعلومات العامه؟ انا ما اعرفش المعلومه دي والله العظيم. فده دليل على الثقافه ان هم بيثقفوا نفسهم بجميع لغات العالم. حلو قوي. تمام. حلو قوي. الثقافه دي بتأدي ان انا بتعامل على طول بمستوى واحد والناحيه النفسيه بيجيبوا لي ان هو نوير وبيتر تشيك. بالظبط. ايوه وصلت لنوير وبيتر تشيك. تمام. تعال بقى الناحيه النفسيه. كل واحد في الدنيا كل لعيبه العالم وكل انديه العالم دلوقتي بيبقى فيه دكتور نفساني. هو اللي بيعمله كلوب مع صلاح ده مش الناحيه النفسيه بحته؟ طبعا بيعمل نفسان كبير كتير. هو مدرب اساسا. هو مدرب على سر نجاحه ان هو بيعمل الناس كلها لعيبه كويس. الناس كلها بتحبه. أوكي. عكس مورينيو. أوكي. مورينيو بيتخانق مع طوب الارض. بالظبط. يعني مثلا واحد زي بوجبا ده الناس كلها المفروض ترفعه فوق. ومورينيو لازم يرفعه فوق. اللي حاصل ما بينهم رايي في مورينيو مش عايز اسمعه للناس. بالظبط. الساده المشاهدين من زمان بس ماشي. اوكي. بس انا بقول لك يعني مورينيو عكس عكس كلوب. عكس جوارديولا. جوارديولا الفرق كلها بتحبه. بتعشقه. اللي بيلعب واللي ما بيلعبش بيموت فيه. فالناحيه النفسيه مؤثره جدا 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 في حارس المرمى. نرجع بقى لكلامنا. يلا ماشي. التاني حاجه قلت لك المدربين الحراس بيتعاملوا مع حارس المرمى من وجهه نظر انا غلط. ده انا المفروض لما يعمل ماتش كويس ادور له على غلطه قد كده واقول له انت غلطان في دي. انت غلطت فيها عاليه عليه فبيستقبل منك النقد بطريقه كويسه. هياخد النقد مني بطريقه كويسه وهيفهم ان انا عايز اوصله ان انت مهما عليت انت لسه جميل ما وصلتش للتوب فور. جميل. لما يعمل ماتش وحش اروح اقول له ايه ده طلعت دي ازاي؟ شايف الاوفر ده انت طلعت عليه ازاي؟ بالظبط. لازم اعليه. لازم اخرجه. اجيب له ايجابياته. بس كده. اجيب له ايجابياته عشان اقول له فكر في الايجابيات وسيبك من السلبيات. لما تفكر في الايجابيات هتعلى. ده في حاله ايه؟ جميل. لو عمل ماتش وحش. بالظبط. انما ما امشيش مع الموجه. عمل ماتش كويس برافو هايل. لا عمل ماتش وحش ده انت غرقتني النهارده وزميلك هيلعب الماتش جاي. معظم مدربين حراس المرمى من وجهه نظري يفتقدوا الى هذه النقطه. في مدربين بيقولوا كده فعلا؟ والله العظيم في. والله العظيم والله العظيم في مدرب بدون ذكر اسامي كان يخش فيها الجون ابقى باصص عليه على الدكه يعمل كده. والله العظيم طبعا كان بتخليك تنام في الارض دي. بس لا انا كنت ساعات بقول له انت بتعمل كده ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت يعني بتقول لي ان انا غلطان؟ طب ما انا هغلط. هو في حد في الدنيا ما بيغلطش؟ ما فيش حد ما بيغلطش. بس الصح ايه؟ ان انت بعد ما بتغلط تلاقي حاجه عشان لما تجي لك القصه تاني بنفس الطريقه تطلعها. انما تحط ايدك على خدك وتزعل واللي يخاف لا ده كل ده نقص. بتتكلم في حاجات بي. بتتكلم في حاجات مهمه قوي على فكره. يعني انا شفت الامثله اللي بتتكلم فيها دي. انت عارف ابراهيم عبد الجواد؟ تمام. حبيبي تالي اطيب واحد عملت اطيب لا اطيب حارس مرمى قابلته يعني مش عارف اقول لك ايه. اخويا ابراهيم عبد الجواد اللي الناس ما تعرفوش ان كان ليه دور كبير قوي قوي في ان الشناوي يبقى كده. الشناوي هو الشناوي. بالظبط. هو اللي عمل الشناوي. يعني ابراهيم عبد الجواد يا جماعه كان معانا في بتروجيت كمدرب حراس مرمى والشناوي كان حارس ثاني اعتقد. الشناوي لقينا مع ابراهيم عبد الجواد بقى حاجه ثانيه خالص. منتخب مصر الاهلي بيتكلم عليه جاله احتراف بره. كان بيعمل ايه بقى ابراهيم بقى؟ طب انا بس يعني قبل اي حاجه قول لي تعرف ان لفتره قريبه كان الشناوي ساعات بياخد ابراهيم الساعه 5 الصبح ويتمرنوا مع بعض؟ عرفتها دي؟ يعني هو الشناوي بيموت في ابراهيم وابراهيم بيعشق الشناوي. عارف. فيعني لا انا اقول لك بقى كان بيعمل ايه؟ احنا كنا بنتضايق. اه اقول لك ازاي؟
لما كان يجي فينا جون تلاقي واحد تعرف ابراهيم ما شاء الله عليه وحش يا وحش يا ولد يا شناوي هايل يا شناوي كابتن رمضان لسه انت عارف كابتن رمضان يا ابني ده تاخد فينا جون يا كابتن اقول له كابتن لو سمحت يا كابتن نتعامل معاه انت اسالني انا والجون داخل فيه لسه ايوه يا ولد يا شناوي يلا ولا يهمك ولا ده صعبه جدا في الملعب ميكروفونات تعرف ابراهيم ما شاء الله بص ويسقف له ويتنطط له على الخط طب ده خلى الشناوي عامل ازاي خلى وحش ما ده انا باكد على كلامك دي حقيقة باكد على كلامك ف كابتن رمضان بقى طبعا انا حبيت ابراهيم قوي قوي ما كنتش اعرفه حبيته قوي من الحته دي ان هو بص يا احمد ممكن يموت نفسه لكن انت ما تقولش للشناوي او جوانه اي جون عنده انا بتكلم في دي نقطه مهمه كنت لسه هقولها لك دلوقتي ما تلمس جون عنده تمام. ما تلمسوش تمام. ما تقربلوش بص تمام. يا كابتن عايز يقول لي كابتن رمضان عايز انا اسف يعني يا جماعه عايز يا كابتن تضربني بالجزمه اضربني بيها لكن ما تكلمش حد مع الاجوان بتوعي عايز تمشيني مشيني لكن انا اللي في وشك ما تعاتبش حد من الاجوان الاجوان كلهم فعلا يا احمد زي ما انت بتقول فانا باكد على كلامك تتكلم في حاجات فعلا تخليك دي حقيقه مراكب السحاب لازم المدرب هو اللي يشيل كل مشاكل حراسه والمدرب اللي يشيلها مع الجهاز الفني ومع الناس لان في الاول وفي الاخر انا المسؤول عن الحراس خلي بالك انا ببقى مسؤول عن 3 4 انت ممكن لما تبقى ماسك فرقه تبقى مسؤول عن 25 لعيب بالظبط 30 انا ببقى مسؤول عن 3 4 لو انا ما شلتش ال 3 4 دول وحسستهم ان انا دراع الامان ليهم مش هيشيلوني في الملعب ما انا هشيلهم بره عشان هم يشيلوني في الملعب نجاحهم في الملعب نجاح ليا انا فانا لازم اشيلهم بره عشان كده يمكن انا وابراهيم مدرسه واحده لان انا وابراهيم قعدنا مع بعض 5 سنين في بتروجيت ويمكن انت باين من كلامك يعني احنا الاثنين مع بعض يعني مع بعض بقالنا كتير ولحد دلوقتي احنا اصحاب فيعني اهم حاجه ان المدرب هو الصداده لحارس المرمى اشيل عنه وزي ما بقول لك ارفعه في حاله النزول وانزله في حاله الرفع كلام جميل جدا كلام جميل جدا وبعدين كمان كنا نلاقيه جايب مشمع هو جاي من البيت والله انت عارف عشان إيه عشان الميه الكره تتزحلق على الميه مشمع جايب يا ابني يقول لي اشتريت مشمع يا ابني هو لازم ليه جايب المشمع وجايب براميل وميه عشان الكره تتزحلق بيخترع ما قاعد هو شغلانه عايش عشان الكوره سبحان الله لا انا انا يعني ببشرك ان ابراهيم هيبقى من احسن مدربين اللي وانفوا في مصر يعني هو موجود دلوقتي يعني للامانه كابتن ابراهيم رياض بيموت فيه وخلي بالك كابتن ابراهيم رياض في تدريب حراس المرمى نمره واحد في مصر وافريقيا والشرق الاوسط طبعا لا مش لا طبعا ما حدش هيعرف طبعا كابتن اكرامي ليه مكانه كابتن احمد ناجي ليه مكانه انما كابتن ابراهيم رياض نمره واحد كابتن ابراهيم رياض والكابتن لما كابتن ابراهيم عبد الجواد انا بدون ذكر اسامي في ناس ما ايمن طاهر بقى في ناس كتير بقى مش عايز اغلط في حد يعني او مش عايز انسى حد لما كابتن ابراهيم رياض يحط ابراهيم عبد الجواد يقول له انت ابن من ابنائي اللي انا بتبشر بيهم جميل فانا اعتقد ان ابراهيم عبد الجواد هيبقى في يوم من الايام من احسن مدربين مصر يا رب يا رب ان شاء الله يا رب يعني دايما بتيجي فعلا الانسان لما بيجي فعلا بالذكر لازم تذكره باللي انت ودايما واحنا لعيبه احمد لما حد يجي يسالك على مدرب ما بتقولوش ده مدرب فنيا كويس او وحش دايما تقول ايه شخصيه كويسه ده جدع جدع ده واقف في ظهرنا راجل ده بيجيب حقوقنا ايوه شخصيه كويسه على فكره الكوره كلها كده دي حقيقه انا اكتشفت ان الكوره في العالم حتى اللعيب بص يديلك بقى كل اللي جواه يعني ممكن يطلع قلبه عشان انت ما تزعلش كمدرب طالما انت بتحبه وطالما انت في ظهره طيب هقول لك على حاجه قول لي على حاجه كلنا كل الناس اللي بتلعب كوره بتعرف تتكلم في الكوره بالظبط وكله في محيط 90% من كلامنا واحد تمام ال 10% بتفرق في ايه بعض الجهابزه بعض المدربين اللي بتحب تخترع حاجات اللي بتحب تعمل حاجات ثابته اللي بتحب دي ال 10% الفرق اللي في اختلاف بين مدرب والتاني صح انما بقى انت ممكن مدرب يخليك تسف التراب عشان خاطره بالظبط ومدرب تاني بتكلم فيه. مش عايز تلعب كوره عشان خاطر زهقان منه بالظبط فالمدربين كلهم في الكوره في الكلام واحد انما المشكله الرئيسيه واللي بتثبت ان المدرب ده كويس الشخصيه بتاعته عشان كده دايما لما نسال على واحد او واحد يسالنا على مدرب ده نمره واحد بنرد على الشخصيه نمره اتنين بنتكلم في الكوره كلام جميل جدا وكلام يعني هادف جدا قول لي الجول او انت شخصيا في الماتشات الصعبه قبل الاهلي مثلا او ماتش انت مقلق منه تمام بتطمن نفسك ازاي بص لحد بعيد بقى عن تدريب والمدرب وبعيد لا بعيد انا انت كشخصيه بس لازم انا على فكره يعني الحارس لازم يكون هو الشخصيه رقم واحد في الفرقه ولازم يكون تركيزه بره الفرقه كلها تمام انما انا هقول لك على حاجه انا عن نفسي يمكن اكتر حاجه بتطمني ركعتين قيام الليل جميل قوي اكتر حاجه بتطمني وخلاص انت معتمد على ربنا في كل حاجه جميل قوي بس تيجي قبل الماتش لازم بعد ما تاخد المحاضره
تدور على اي حد تضحك معاه، اي حد تهرج معاه. الضحك ساعات بيخرجك من الضغط العصبي اللي انت فيه، بحيث تنزل الملعب ما تفكرش في اي حاجه غير في التسخين بتاعك، وبعد تسخين المباراه واثناء المباراه مش هتحس انت خايف. انما لو قعدت متضايق ومكشر ومركز هتلاقي نفسك وحش، لان ساعات الاوفر كونسنتريشن بيؤدي ليك ان انت مش قادر تتحكم في اعصابك، اعصابك بتبوظ. فلازم يبقى في شويه ضحك وتهريج وتطلع من المود اللي انت فيه، تلاقي نفسك ان شاء الله تبقى او انا عن نفسي بلاقي نفسي كويس في الملعب. طب دي ممكن تقول لي الكلام ده لاي شخصيه، ولا هي من الصغر لازم تعود اللعيب الناشئ او الحارس الناشئ على ان انت تعمل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ لان انا ما ينفعش انا كونت شخصيتي بعد ال 20 سنه، فانا مهما تقول لي انا خلاص من جوايا بقى الان، انا صغير متعود ان انا عندي مدرب بيزعق لي لما بخسر، بيكشر لي لما بخسر، وانا لسه عندي 8 سنين و9 سنين و10 سنين بيزعق لي، فاكيد انا خلاص بقى انا ببني شخصيتي من المدرب بتاعي. عشان كده دايما بقول المدرب، واتكلمت كتير، يا رب بس نعمل بكده المدرب الناشئين اهم حاجه في الكوره، اهم حاجه في الكوره، لازم ابقى مثقف ولازم بعرف اتعامل، لازم ابقى شخصيه اهم من شخصيه المدير الفني الاول كده. فهل لازم نعلم الاولاد الصغر ازاي؟ انت بتتكلم عليا انا؟ لو بتتكلم عليا انا، انا بتكلم في انا ربنا رزقني ما يجب ان يكون من ناشئين نادي الاهلي، فالضغط ده مش حتى تكسب، بنكسب حتى لما بغلط بنكسب. انما اللي بيتربى بره النادي الاهلي بالنسبه للحراس عامه، لازم زي ما بقول لك المدرب الحراس هو الصداده، هو اللي يشيل، واللعيبه المدرب لازم. خلي بالك اوروبا كلها ما فيش مسابقات قبل 15 سنه. طبعا احنا اتكلمنا في القصه دي كده. يعني ما ينفعش يبقى في مسابقات لعيل عنده 9 سنين و10 سنين. هتحطه تحت ضغط وهتحطه تحت مفرمه، هي الكره هتبتدي تتكهرب منه، لانه مش مستحمل الضغط العصبي بالزبط. لانه لسه عيل صغير. عشان كده احنا بنكسب قبل 15 سنه، بنكسب قبل 15 سنه و16 سنه، بنكسب اي حد. بعد كده خلاص ما بنشوفش. تمام. عشان احنا بنحط نفسينا في مواقف صعبه جدا على العيل الصغير، ومش هيقدر يستحمل الضغط ده لمده 30 سنه 35 سنه. لازم وخلي بالك كتر الضغوط بيؤدي لاصابات. فتلاقي الولد الصغير عنده خلفيه، قال لها يا ابني انت 12 سنه خلفيه ايه اللي عندك دي، ولا خلفيه ولا ضمه ايه اللي عندك دي ازاي؟ ده دليل على ان احنا بنعمل ضغوطات على لعيبه في سن صغير، بتأدي ان هم يتصابوا، بتأدي ان هم مش مركز. لما بيطلعوا حاجه من الاثنين، يا يطلع مش مركز او مش في دماغه القصه اللي قدامه دي، يا يطلع مضغوط قوي وبيخاف وبيتكهرب، ولا ده مطلوب. فيعني وجهه نظري ان ما ينفعش يبقى في مسابقات برضه لحد 15 سنه، ولازم اهم حاجه المدرب هو مهما حصل، يا ابني انت لسه عيل صغير وبتتعلم كوره، مهما حصل لازم يوصل للعيب بتاعه انه لعيب صغير وبيتعلم كوره لسه، مهما حصل غلط او ما غلطش لازم هو اللي يشيل عنه اي ضغط عصبي. جميل. حارس دايما بيبقى مظلوم، مين المظلوم في الاونه الاخيره؟ عامر، ويمكن كان ابو جبل، بس ابو جبل راح. مهدي سليمان. دول من وجهه نظري اللي كانوا اللي مظلومين في الفتره دي. في فتره سابقه كان الشناوي مظلوم فيها، بس ربنا كرمه وجه النادي الاهلي. في مثلا يعني في حراس كتير كانوا مظلومين، طالما ما بتلعبش في اهلي وزمالك خلي بالك بتتظلم. وانت عارف كان عندك عصام محمود وعصام عبد العظيم والناس دي، في فترات معينه كان لازم عصام محمود يروح، كان مكسر الدنيا صح؟ ومحدش كان بيبص له اساسا. عشان ايه؟ عشان في اهلي وزمالك، ودي قصه يعني الله بقى الحمد لله على كل حال. انما انا شايف اللي مظلومين دلوقتي عامر وابو جبل. طب لو انت كنت مدرب حراس مرمى مع كوبر، تمام، كنت هتخلي مين مدرب مين حارس مرمى في الفريق؟ او مين اللي يلعب؟ انا كنت اخاف اول العب بشناوي الماتش بصراحه. تخاف؟ قولا قاطعا كنت اخاف العب شناوي، لانه ما لعبش قبل كده دوري. كنت العب بعد ما لعب. بعد ما لعب ازاي؟ لا ما شاء الله وحش ما شاء الله. انت كنت غلطت الكابتن احمد ناجي على كلامك، قلت ازاي كابتن احمد ناجي تبدا بيه؟ انا بعت له لما شفت ليله الماتش، بعت له قال لي سيبها على الله. قلت له يا كابتن بعد ما شفته بقى عايزين نخلص. انا كنت خايف نخسر الشناوي على طول. هو طبعا كان حاجه، لو كان عمل ماتش وحش كنا خسرناه طول العمر طبعا، ما كناش هنرجع، مش هنعرف نرجع ثقتنا فيه طبعا. والله العظيم بعت له على الفيس يوميها بالليل وقال لي سيبها على الله، ما تخافش ما تقلقش. بعد ما شفته قلت له انا مش عارف اقول لك ايه. الغريبه ان اي حد بيلعب مع كابتن احمد ناجي بيبقى كويس. يعني عصام كان كويس قوي لما لعب ماتش السعوديه، والشناوي كان كويس قوي في الماتشين اللي لعبهم.
فده يعني ما بنزكيش كابتن احمد ناجي على الله، بس ما بنقولش برضو ان هو وحش، لا هو علامه في الحته دي نفسيا من احسن الناس في مصر. زي ما كالترون جاب كوليبالي مساك ولعبه في ماتش اساسا بس ومساك بعد 3 ايام لعبه في ماتش انت افريقيا وانت خسران قبل كده وربنا من كهرباء كان ممكن يخلص عليه بيموته، لكن هو بيبقى ثقه كبيره جدا تمام في نفس انا كمدرب في اختياري. عندك حق، عندك حق. الناس كلها كانت بتقول لا ده هو عايز يقول ان هو لا ده هو جايب واحد وعارف هو جايب مين وجايبه فين وهيعمل بيه ايه، وجه وبعديها بثلاث ايام حطه في ماتش في بطوله افريقيا والراجل كسبنا يعني ما لبث ان كسبنا ماتش المصري مثلا وكسبنا ماتش ماتش اللي هناك بتاع في اللي كسبناه 1-0 لما جابوا جون بالدماغ. قول يا لملوم بسرعه، لملوم قول بسرعه. اخر ماتش في البطوله لا احمد فوزي ناسي انهي ماتش لملوم. بص معايا محسن لملوم، الفرقه بتاعت في دور المجموعات ثالث ماتش اللي هو اللي كسبناه بره تاونشيب. تاونشيب تمام. بص مع محسن ما شاء الله ما شاء الله محسن ما شاء الله محسن ربنا يكرمك يا عم محسن. وده ماتش، وده ماتش المصري ده. فيعني الراجل اول ما جه ممكن هو كمدرب كمان الناس يقول لك ايه ده جاب واحد ورطنا كلنا، فخلاص كمان انا كجمهور ثقتي راحت فيه. خلي بالك بدون شك بدون شك مستر كارتيرون مدرب كويس قوي وعنده ثقه في نفسه كويسه، عنده تطوير كويس للعيبه، ولكن اختياره مع واحد هو عارفه جايبه كان معاه في مازيمبي وعارف هو بيلعب ازاي وامتى وطريقه لعبه ايه، وهل طريقه لعبه هتنفع النادي الاهلي ولا لا. بالظبط. بصراحه احنا شايفين مفاجاه من كوليبالي بصراحه. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحميه يا رب ربنا يحميه. من وجهه نظري شوف احنا كسبنا 2-0 الماتش اللي فات مان اوف ذا ماتش ربنا يحميه، مفيش حاجه راحت على خط ال 18. دي حقيقه دي حقيقه. انا اتكلمت اصلا على اختياره لكوليبالي وان هو مصمم ان هو يلعبه كمان في ماتش حساس جدا. لا اتكلمت عليه، عنده قلب ما شاء الله ربنا يحميه يا رب ويكلل مجهوده على خير. الحارس الجزائري حارس وفاق سطيف شفت اسمه مصطفى تمام زغبه، مصطفى زغبه محسن من لملوم بيقول لي طبعا انا محسن ما شاء الله عليه يعني بيقول لي صد 11 انفراد قدام الوداد مع ان انا شفته، مع ان محسن شفته الماتش اللي فات كان مستواه قليل. الخلاف بيني وبين مدربين كتير انا شفته مستوى قليل قوي. انا شايفه انت شايفه ازاي؟ انا شفت ماتش الوداد وشفت الماتش بتاع امبارح اول امبارح. الحارس مصطفى من وجهه نظري حارس ضعيف جدا. شفت ده انا على فكره أولاً شفت بقى محسن نمره واحد حارس بيبدا من على خط المرمى. مفيش حارس في الدنيا بيصده على خط المرمى، لازم على الاقل يبقى قدام المرمى باتنين تلاته يارد تمام. دي نمره واحد. نمره اتنين ما عندوش اي ثقه في نفسه يطلع ياخد الاوفرات صح. مفيش اوفر اتعمل. انت متابعه ولا شفت ماتش الاهلي بتاعهم على الاهلي؟ لا لا وشفت الاثنين الوداد كل الاوفرات اللي طلع عليها في الثلاثة ياردة. انا كنت اسالك سؤال بس وحش قوي بصراحه السؤال. لا انا بس انا هكمل. طب هكمل بس الكور اللي صدها في ماتش الوداد كلها جت فيه كلها جت فيه. الراجل اللي كان بيلعب في الجيش الراس حربه بتاع الوداد انا مش فاكر اسمه دلوقتي، كل كوره رجله على السكس ياردة يلعبها تيجي في رجليه وتطلع، تيجي في ايديه وتطلع. كل اللي صدوا ال 11 انفراد دول كلهم في مساحته هو. طب انت تعرف ان الجماهير الجزائريه بتطالب جمال بن ماضي ان هو ياخد المنتخب؟ لا لا بصراحه انا شايف جون قليل. والله احترامي ليه وانا شايف على عينه وعلى راسه انا شايف ان جون قليل. الوقت بتاعنا خلص تخيل. مش عارف اقول لك ايه يعني انا ما حسيتش. والله نورتني وشرفتني. يبقى انت اديتني حقنه كويس. لا لا انت هتنورني تاني اكيد ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. شرفت وطبعا تنور اي مكان انت فيه. كنت حارس كبير جدا ان شاء الله، يبقى لك مستقبل كبير جدا في التدريب يا رب. ربنا يبارك ونورت القناه عندنا. ميرسي ربنا يبارك لك. شكرا يا كابتن. شكرا. وقتي معاكم خلص. يعني حابب اشكر كل الناس اللي ساهموا النهارده في خروج الحلقه بشكل كويس قوي، خصوصا كمان طبعا احمد فوزي مش غريب ونجم يطلع اي حلقه كويسه، لكن ربنا يبارك. محمد حسن اللي اكيد يعني حاولنا نعمل له حاجه يا رب بس نكون قدرنا نفرحه النهارده، واكيد طبعا تتفاعلتوا معانا النهارده. بشكر كل زمايلي النهارده، شريف شعبان كان معايا في النادي الاهلي وعبد الحميد كمان زميل عبد الحميد كان معايا النهارده في النادي الاهلي وكل فريق الاعداد بتاعهم. بشكر محسن لملوم طبعا ومخرجنا الجميل برجاوي. بشكر مجلس اداره النادي الاهلي كله النهارده وكل اللعيبه ان هي وقفت معاه محمد حسن وفرحته باقل حاجه، رسمنا بس بسمه على وشه وربنا ما يوريكم اي حاجه وحشه خالص يا رب. ودايما الاهلي دايما فوق، ودايما الاهلي فوق الجميع، ودايما بتشرف وبتنوروا الدنيا معايا، بتشرف بيكم دايما، ويعني نفسي ابقى معاكم اكثر من كده لكن وقتنا بيخلص على طول. اشوفكم على خير ومع الف سلامه.